اهلا بحضراتكم من جديد، والف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي على هذا الفوز الغالي. 3 نقاط غاليه جدا جدا، لسه الاداء برده متفاوت، شويه فوق وشويه تحت، كان ميس باس كتير لكن خدنا اللي احنا عايزين مباراه 3 نقاط. احنا اتفقنا ان احنا عايزين ال3 نقاط قبل الاداء، لكن لازم الاداء يتحسن. انا معاكم اكيد هناقش الكلام ده كله مع ضيوف الاستوديو التحليلي، الكباتن الكبار كابتن ابراهيم عبد الصمد والكابتن الكبير احمد بلال والكابتن الكبير اسامه حسني. لكن 3 نقاط غاليه جدا، كان الاهلي محتاجهم، نط للمركز الخامس وخلاص قربنا على المراكز الاولى. الطبيعي يعني بتاع النادي الاهلي ان شاء الله يوصل للمركز الاول اللي هو متعارف عليه بينا كاهلاويه. رحب بضيوف الكرام، كابتن ابراهيم اهلا بيك. اهلا بيك بلال. اهلا بيك. اهلا بيك كابتن. كابتن اسامه اهلا بيك. اهلا بيك كابتن. شفت المباراه ازاي كابتن بشكل عام قبل ما نتكلم في تفاصيلها الفنيه؟ زي ما احنا متوقعين مع الكباتن ان هم هيلعبوا زون ديفنس في بدايه المباراه. النادي الاهلي ضغط العشر دقائق الاولانيه، كان في شكل لطلاع الجيش، انما بعد كده سيطره شبه كامله للنادي الاهلي بعد احراز الهدف الاولاني. الحقيقه الاهلي اعتمد على الجبهه اليمنى اللي بيحتلها ابو المجد. الحقيقه محمد شريف استغلها استغلال جيد جدا، الجبهه اليمنى لطلاع الجيش قدرنا نسجل منها الهدفين بتوع النادي الاهلي. محمد شريف طلع من عمرو ابو المجد دوت وعمل كره عرضيه، الحقيقه مروان الحقيقه اكثر من رائع النهارده. الحقيقه حست الهداف موجوده عنده، قدر في وسط 3 مدافعين ان هو يسجل الهدف الاول من كره مرتده برضه من محمد شريف شطف الحارس. مروان برضه بحسه الهداف قدر يستغل الكره المرتده من حارس المرمى ويضعها في المرمى الخالي. الحقيقه تمام. زي ما احنا متوقعين مروان محسن كان هو متهيألي هو رجل المباراه زائد محمد شريف يعني. تمام. يعني كان معايا قبل الاستوديو كابتن بلال كابتن سامي، كان معايا حد من مشجعي النادي الاهلي، كريم حسين شحاته الشيخ كريم حسين شحاته. بصراحه كريم حسين شحاته توقع ان النادي الاهلي يكسب النهارده ومروان محسن، حتى انا قلت له هيكسب كام الاهلي، قال لا هو مروان محسن. طب هيكسب كنا داخل قال انا كريم حسين شحاته اللي فزت من المباراه اللي فاتت، وقال النهارده مروان محسن هو اللي هيسجل. سبحان الله. يعني كريم انا وعدته بحاجه بيني وبينه بقى، يعني مش عارف هكلمك انا بعد البرنامج كريم اشوفك انت عايز ايه بصراحه، ده انا هجيبك معانا هنا كل ماتش. لكن مباراه كابتن بلال، لسه كنت كابتن ابراهيم، هدفين لمروان محسن في الدقيقه 18 وايضا مروان محسن يعني على طول، مروان محسن رجع ان شاء الله يعني ايه عطشان عايز يجيب جوان. شفت المباراه برده بشكل عام. بس مباراه جيده للنادي الاهلي، يعني مش ممتازه ولكنها جيده للنادي الاهلي. قدر النادي الاهلي فيها زي ما احنا اتكلمنا انه يستغل نقاط الضعف اللي موجوده عند حرس عند فريق طلائع الجيش، نقاط الضعف اللي موجوده عند الاطراف اللي موجوده عند طلائع الجيش. النهارده النادي الاهلي كان بيلعب على اطراف الملعب، كل الكرات العكسيه كلها خطوره بالنسبه للنادي الاهلي. انت بتحضر في ناحيه من النواحي، بتحضر ناحيه اليمين وبعدين تلعب العكسيه ناحيه الشمال. قدر يستغلها، تستغل المهارات واحد ضد واحد، استغلها محمد شريف في الهدف الاول، استغلها برده في الهدف الثاني راح بيها انفراد. تمام. راحت اكتر من فرصه لاحمد الشيخ من ناحيه الشمال برده، التحضيره واللعب والكرات العكسيه. وبرده شفنا البنالتي اللي جه برده تحضيره وبعدين لعب في العكسيه، لعبها ناصر ماهر للعكسيه اللي كمل فيها باسم علي. فدي الحاجات اللي موجوده، دي الاخطاء اللي موجوده عند فريق طلائع الجيش اللي قدرت تستغلها. قدر الاهلي يستغلها بشكل كويس جدا وقدر يسجل منها 3 اهداف. تمام. تعالوا نشوف كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره النادي الاهلي مع كريم احمد هيقول ايه ونرجع لحضراتكم على طول. كريم احمد اهلا بيك. بجد تحيه ليك يا كابتن ميدو، برحب بيك كل نجوم الاستوديو التحليلي. كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا مدير الكره بالنادي الاهلي، ببارك لك يا كابتن سيد، فوز مهم وزي ما قلنا قبل كده تحديات كبيره، لكن النهارده باين الروح وباين الاصرار. لا في يمكن شغل مختلف وفي محاضرات كتيره اتكلمنا عليها. كابتن سيد بتشوف النهارده الجيم ازاي وبتشوف اليوم النهارده ازاي؟ يعني الحمد لله طبعا برضو ما زلت بقول ان احنا في مرحله صعبه ومرحله بالتاكيد مش هتنتهي في يوم وليله، وبرضو باكد ان هي المرحله دي بتتطلب الروح والجدعنه والرجوله والشهامه وكل حاجه في الصفات، يعني لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا باذن الله من خلال العناصر المميزه اللي موجوده ومن خلال الاصابات اللي بترجع لنا او اللعيبه اللي بتبقى في اصابات وتخش معانا في الفرقه، ومن خلال التدعيمات اللي جايه باذن الله تعالى. المرحله برضو صعبه جدا، مش سهله خالص، خدنا منها 4 لقاءات من اصل 9، فاضل 5 لقاءات، فيهم منهم 2 كمان
في افريقيا. هنشوف سعد كمان، هو كمان النهارده حته الخلفيه، فبالتاكيد برضو هنشوف جهاز الفني وكابتن محمد يوسف هيعالجها ازاي. لكن الحمد لله رب العالمين، انا من وجهه نظري الشخصيه ان انا في المرحله الصعبه اللي زي كده ما فيهاش حسابات، ما تقعدش تحسب اللي جاي واللي بعده واللي بعده، انت عايز تاخد النهارده وبعد كده تشوف المباراه اللي جايه حساباتها بقى وتفكيرها هيبقى عامل ازاي، وبعد كده اللي بعدها واللي بعدها، يعني كل مباراه على حده. يعني مش بنقول شماعتك اتسرق وبنقول ظروف، لكن سوء التوفيق والبدلك اللي بيقابل اللعيبه من اصابات وغيابات واضح ان ليه تاثير كبير جدا، بتتعامل ازاي مع الامر ده؟ لان امر غايه في الصعوبه يا كابتن. ما عندناش سوء توفيق ولا حاجه، عندنا اصابات هنتعامل معاها، وعندنا طاقه ايجابيه حوالين الفرقه كويسه جدا من خلال اللعيبه المميزه اللي بترجع لنا كمان، ومن خلال اللعيبه اللي موجوده، ومن خلال حتى العناصر الخبره اللي بتبقى موجوده بشكل كبير جدا. عايزين طاقات ايجابيه حوالين الفرقه بشكل كويس، وده موجود الحمد لله رب العالمين. اللعيبه مبسوطه جدا وهي رايحه التمرين، مبسوطه جدا وهي بتلعب، الروح تبقى عاليه جدا، الاصرار يبقى عالي جدا جدا في الكرات المشتركه، في الكره الثانيه، في الالتحامات والمعاملات مع الخصم، ايا كانت الظروف وايا كانت مجريات المباراه، هي دي اعتقد ان اللي ممكن تعدينا في الفتره ديت، وبعد كده ان شاء الله الرحمن بالتاكيد هيبقى حساباتنا اخرى ثانيه. مكسب مهم، وهو مروان محسن وليد ازارو كمان الايقاف، يمكن النهارده مروان بياخد مباراه، ما هيبقى موقوف كمان وليد ازارو في المباراه الاولى بالنسبه للبطوله الافريقيه، على ما اعتقد يمكن مجهود كبير من الجهاز الفني ان هو يتم الدفع بمروان. زي ما قلت لك يعني برضو امبارح كان وليد ازارو بيعمل اشعه على الخلفيه، في جهاد في العضله الخلفيه، فعشان كده ما كانش موجود معانا النهارده. اللي عايز اقوله لك برضو واكد عليه ان احنا بناخد المباراه كل مباراه على حده، مش عايز يعني في بعض الاوقات او كتير من الاوقات بتعمل حسابات، يعني عندي ماتش بعد اسبوع، عندي ماتش مهم بعد 10 ايام، عندي ماتش اللي جاي مهم قوي، فبتريح بعض العناصر لو كده يعني. لكن اعتقد انا في الوقت الحالي ما عنديش الحسابات ديت، او الجهاز الفني ما عندوش الحسابات ديت، انت عايز تاخد كل مباراه عشان ما يبقاش الامور صعبه عليك. يعني الطاقه الايجابيه اللي اقصدها ان انت من مكسب لمكسب لمكسب لمكسب، صحيح بي 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 بتنقص عناصر زي ما نقصنا في حسام عاشور، زي ما نقصنا في وليد ازارو، لكن عندنا ثقه في كل المجموعه. دي مرحله قلب جامد يعني. المباراة الأفريقية وأخيرا مش طولش عليك، المباراة الأفريقية ويمكن البداية إن شاء الله للبطولة الأفريقية، بتشوف البداية إزاي وبتشوف أول مباراة إزاي مع فريق بطل أثيوبيا؟ بالتأكيد برضو يعني الفرق اللي هي ما بتبقاش لها تاريخ كبير لازم يبقى فيها احترام شديد جدا في التعامل معاها، لازم يبقى يكون في حرص شديد جدا، في حذر شديد جدا وانت بتتعامل مع المباريات الاولى. يعني كابتن عادل مصطفى سافر وشاف الفرقه وشاف امكانياتهم وقدراتهم، وعمل تقرير لكابتن محمد يوسف على قصر، ان شاء الرحمن باذن الله نبدا نتعامل مع اللقاء، وان شاء الرحمن باذن الله نكون موفقين باذن الله. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، وزي ما اطمنا طبعا منه يمكن سعد اشتكى من العضله الخلفيه، لسه كمان هيكون في اختبار طبي ايضا، ويكون في كمان اشاعه كمان بالنسبه لسعد سمير واحد من نجوم النادي الاهلي، بنفقد عدد كبير من اللاعبين. لكن قبل ما اكمل معاك يا كابتن ميدو، طبعا من ضمين الكابتن طارق سليمان طبعا مدرب حراس المرمى بالنادي الاهلي، ببارك لك يا كابتن طارق النهارده، يمكن زي ما قلنا تحديات ومرحله صعبه جدا بتمر على فريق النادي الاهلي، لكن بالاصرار وبالعزيمه وبالتحدي بنقدر ان احنا ان شاء الله نحقق المكسب. بتشوف الجيم النهارده ازاي، وكمان الحالات اللي جت للشريف اكرامي عايزين نتكلم عليها يا كابتن طارق. والله بقول الحمد لله رب العالمين على المكسب النهارده، مكسب مهم، خد بالك انت في ظروف صعبه زي ما انت قلت يا كريم، فمهم قوي ان انت تاخد 3 بونت، انت طبعا فرق بينك وبين المنافس لسه في عدد ماتشات كبير، فكل مباراه بتعديها بتكسب، النهارده المكسب الثالث على التوالي بيدي ثقه للعيبه، فبقول الحمد لله رب العالمين على المكسب النهارده. النهارده برضه شريف اكرامي يعني بقى له 3 4 ماتشات الحمد لله الاداء فيه هدوء، تعامل مع كل الكرات بشكل كويس قوي، فبقول له النهارده يعني ايه برضه لسه عندنا افضل من كده بكتير، في منافسه بينه وبين الناس اللي موجوده سواء الشناوي او علي لطفي او حتى اللي جوان اللي بتطلع من القطاع. يعني بقول الحمد لله رب العالمين على المكسب، لسه بدري قوي، احنا قدامنا مشوار طويل ما عملناش حاجه لسه، انما ده يعني مباراه خد بالك مكسب من المكسب بيدي ثقه للعيبه، فده مهم ان انت تكسب النهارده. المباراه من الشوط الاول بتجيب جونين، كنا ممكن طبعا العدد الاهداف يزيد في الشوط الثاني، ما بقول الحمد لله لسه بدري قوي يعني عندنا مشوار كبير ومشوار طويل، فاللي جاي افضل ان شاء الله باذن الله. بخصوص الجانب التدريبي والجانب التاهيل النفسي اللي بيأهله كابتن طارق سليمان للعيبه، والامر المميز جدا، لان انا عارف ان انت الثلاثه عندك واحد، الثلاثه بيبقوا جاهزين، لابد يكون كل واحد على قلب رجل واحد، وده اللي انت بتعمله كابتن طارق، مجهود كبير بيبذل في التدريبات وبيبان كمان في المباريات، ازاي بتقدر تعمل التوفيق ده يا كابتن؟ مفيش شك ان احنا في التدريب يعني ثلاث حراس مرمى بياخدوا جرعه تدريبيه واحده، بكره عاملين مباراه وديه بياخدها علي لطفي مباراه بالكامل عشان برضه يبقى عنده جاهزيه بالنسبه للمباريات، عشان ما بيلعبش بقاله فتره. فده الشغل اللي احنا بنشتغله من زمان مش دلوقتي، يعني الحمد لله رب العالمين لما بنشتغل مع الثلاثه بيبقوا جاهزين، وبيبقى الى حد كبير طبعا اللي بيلعب بيبقى هو اجهز، بحيث طبعا انه بيشارك في عدد مباريات كبير، انما الاثنين التانيين طبعا اللي ما بيشاركوش بنحاول ان احنا طبعا نديهم جرعه تدريبيه برضو تعادل شويه الراجل اللي بيلعب وماشي بشكل كويس،
الشناوي امبارح يمكن خد معايا شويه استلامات كده خفاف، وطبعا الحمد لله عمل الاشعه امبارح، كان نسبه الالتئام يعني ان شاء الله يعني باقي حوالي 10% الالتئام يكمل ان شاء الله، هيخش برضو معايا تدريجي كده ان شاء الله في خلال اسبوع ان شاء الله يبقى موجود معانا مع الفرقه. فبقول احنا في النهايه اسره كاسره حراسه المرمى في النادي الاهلي، منافسه شريفه بينهم الثلاثه، وزي ما بقول لك احنا بنساند اللي بيلعب وفي ظهر اللي بيلعب، واللي ما بيلعبش طبعا برضو سواء الشناوي او شريف بيبقى في ظهر الراجل اللي بيلعب. الفتره دي شريف الكراون بيلعب بيبقى في مسانده من الشناوي ومسانده من علي لطفي ومعايا طبعا مسانده من هنا كجهاز فني. فبقول لهم ان شاء الله يعني في النهايه اداء لما بيخرج حد كويس والاداء بيبقى كويس ده بيحسب لكل الناس اللي موجود سواء مدرب حراس المرمى او سواء برضو الناس اللي ما بتلعبش سواء الشناوي الفتره دي او علي لطفي. ففي النهايه طبعا اتمنى ان شاء الله ان الفتره اللي جايه يعني يبقى في نفس التركيز النهارده. الفتره اللي جايه صعبه جدا، عندنا عدد ماتشات كبير لسه، احنا لسه عندنا 3 ماتشات في الشهر ده وعندنا ماتشين في افريقيا، فبتكلم في 5 مباريات كتير. فاحنا النهارده 9 يعني خلاص عدى اكتر من تلت الشهر، فباقي 20 يوم هتلعب فيهم 5 مباريات، فالماتشات دول لازم تكسب عشان برضو تقرب من المنافس، من المنافسين اللي بيضيعوا عدد ماتشات كبير فاتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه بنفس التركيز كده ان شاء الله، وهنعدي باذن الله ان شاء الله. يعني عشان ما تقولش عليك المباراه الافريقيه بتشوفها ازاي البدايه ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي، مشوار لسه طويل في البطوله لكن ان شاء الله نبدا بدايه مبشره، نبدا بدايه ان شاء الله تريحنا خلال الفتره اللي جايه. كابتن طارق سليمان بيشوف البدايه ازاي في البطوله الافريقيه؟ بص هو احنا طبعا يعني برضو في ظل الماتشات اللي ورا بعضها ديت 4 ماتشات اللي فاتوا، كابتن يوسف يعني طبعا عادل مصطفى سافر اثيوبيا اتفرج على المباراه الاخيره اللي لعبوها اللي تعادلوا فيها 2-2. المباراه دي موجوده عندنا دلوقتي هنتفرج عليها ان شاء الله من بكره ان شاء الله. تعرف ان كان مهم قوي ان احنا نخلص مباراه النهارده طلائع الجيش عشان نبدا ان شاء الله في افريقيا، فالمباراه دي طبعا هنتفرج عليها من بكره ان شاء الله. كان عادل كده ادى بس نبذه بسيطه كده للكابتن محمد يوسف على الفرقه وطبعا اللعيبه اللي لعبت والعناصر الكويسه والعناصر اللي ممكن يعني ان شاء الله. فالمهم قوي ان احنا من بكره ان شاء الله هنتعامل مع المباراه ديت وهنركز فيها ان شاء الله عشان نعدي، مهم ان احنا نعدي دور 32 عشان ندخل ان شاء الله دور المجموعات باذن الله. شكرا يا كريم. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الاهلي، وايضا كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ. لو برجع لك كمان يا كابتن ميدو تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ زي ما اتكلمنا، طبعا يمكن سعد سمير عنده يمكن شكوى في العضله الخلفيه وده الامر اللي ما كناش بنتمناه، يمكن الاصابات والغيابات اللي بتقابل فريق النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه امر يمكن غريب جدا على النادي الاهلي وامر يمكن بيسبب ضيق لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، لكن ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه في كل اللعيبه. ينضم لي كمان كابتن محمد يوسف المدير الفني. يا كابتن يوسف ببارك لك النهارده، التحديات والصعوبات النهارده كان في اصرار كبير وفي روح كبيره النهارده الحمد لله في الملعب، كنا ممكن نحرز هدف واثنين وثلاثه واربعه لكن الحمد لله النهارده على النتيجه والحمد لله على المكسب. حابب تقول يا كابتن يوسف؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله احنا كل مرحله او كل خطوه زي ما بنقول بناخدها على حده. النهارده كان مهم الثلاث نقاط، الشوط الثاني قدرنا نسجل هدفين، راحت لنا اكتر من فرصه. الشوط الثاني الاداء هدي شويه لان طبيعي فريق الجيش طبعا مش خسران حاجه، خلاص دخل في هدفين فبيندفع المناطق الهجوميه وبالتالي احنا كمان قدرنا نستحوذ على نص الملعب ونمتلك حته بناء الهجمات. يمكن لحت لنا فرصتين الشوط الاول من الشوط الثاني قصدي، منهم ضربه الجزاء كنا ممكن ان احنا نزود النتيجه لكن ما حصلش توفيق لمروان. في النهاية بتدور على الثلاث نقاط الحمد لله. النهاردة يمكن مكاسب برضو مؤمن رجع وباسم برضو نيدفيد بيأكد، يمكن الإصابة بس سعد سمير هي الحاجة السلبية لكن الحمد لله يعني في المجمل طلعنا بالثلاث نقاط ودي أهم حاجة. اتكلم على وليد ازارو، يمكن وليد ازارو شكوته من الاجهاد او من العضله الخلفيه امر كمان بجانب ان وليد ازارو هيبقى موقوف في المباراه الاولى كمان يا كابتن يوسف في البطوله الافريقيه نظرا للغياب. المباراه الاولى كانت في الترجي الايقاف والمباراه الثانيه هتكون المباراه الاولى، ده امر خلاكم النهارده تضعوا مروان محسن في الصوره. هو مروان طبعا اكيد هيكون متواجد لكن ده امر بجانب امر الاصابه. احنا بس عندنا ثقه كبيره قوي في مروان، مروان مهاجم منتخب مصر ولابد ان احنا نسانده وندعمه وقدم مباراه كويسه. ازارو اشتكى من العضله الخلفيه، مروان كمان خلي بالك الاثنين مفيدين، الاثنين ليهم البصمه بتاعتهم وواثقين فيهم، دي نقطه. النقطه الثانيه ان انت عندك ازارو موقوف المباراه الاولى، احنا بنفكر كل خطوه بخطوتها، لذلك انا كان مهم جدا النهارده ان احنا السيناريو بتاع المباراه ان احنا نطلع بالثلاث نقاط. بناخد كل خطوه بخطوتها لان انت عارف يعني شايف كل مباراه بنطلع منها في الكثافه العدديه الكبيره بتاعت المباريات دي بتطلع في عندك اصابات وفي عندك احداث كتيره، لكن في النهايه احنا بنتعامل مع كل مباراه بعد كده بنقفلها ونخش في المباراه اللي بعدها.
عامله ازاي في الاصابات يا كابتن يوسف؟ ده يمكن امر يمكن مهم جدا، بياخد مجهود كبير جدا من الجهاز الفني، بتاهل لاعب، ينزل لاعب، بيطلع لاعب، ده يمكن من تلاحم المباريات اللي قلنا عليه. وده طبعا ضغط المباريات، وفي نفس الوقت سعد يمكن خد كثافه مباريات عاليه من ساعه ماتش الترجي مرورا بالوصل، مقاولين، بتروجيت، جونه، النهارده كثافه ماتشات عاليه. لكن انا عايز اقول ان مهم جدا ان احنا نكون منطقيين في حته الضغط المباريات. لازم هيبقى عندك خسائر، لكن احنا ثقتنا في اللعيبه كلها، بنتعامل مع اللعيبه كلها بشكل واحد. ربنا يكرم ان شاء الله. انا شايف ان احنا عندنا اخبار كويسه بالنسبه لاصابات علي معلول وفتحي، ان شاء الله هيرجعوا وجاي دخل ان شاء الله، فربنا يسهل ان شاء الله. المباراه ودي بكره ان شاء الله. شكرا. ثانك يو. اكيد طبعا يمكن زي ما احنا شايفين كابتن محمد يوسف مع مستر مايك، طبعا عايز اتكلم على المباراه الوديه، ده يمكن بجانب التاهيل اللي فيه لعيبه كبيره ما بتشاركش يا كابتن يوسف خلال الفتره اللي فاتت، امر يمكن ونقطه ايجابيه جدا للجهاز الفني. انت بتشتغل في كذا محور يعني كذا اتجاه، منهم برضو ان انا عايز اجهز اللعيبه اللي راجعه من الاصابات، في لعيبه بعيد عن المباراه بقى لها فتره، فعشان كده عاملين المباراه بكره. المباراه دي غرضها ان احنا نطمن او ندخل مجموعه من اللعيبه تاخد حساسيه ماتشات، نطمن عليهم اكتر ما احنا مطمنين، بالاضافه ل تجربه بعض اللاعبين في مراكز مختلفه. جايبين كمان حوالي 5 عناصر من فريق ال 21 سنه نبص عليهم برده مع الفريق الاول، فكل دي لازم تعمل تاني يوم، وخصوصا كثافه الماتشات العاليه دي، نعمل تاني يوم مباراه وديه عشان المجموعه اللي لعبتش، يبقى انت محافظ على الريتم بتاع كل اللعيبه. المباراة الافريقية والانطلاقة الافريقية ان شاء الله تكون من نصيبنا، وان شاء الله تكون بداية موفقة لينا. كابتن يوسف كيف ترى المباراة مع بطل اثيوبيا يا كابتن؟ ان شاء الله مباراة طبعا مهمة جدا، انت عارف دور ال 32 لازم نركز كويس قوي، لازم ما نستسهلش الماتش. يمكن حصل مفاجأة خروج اول اغسطس اللي هو الفريق اللي يعني وصل قبل نهائي بطولة افريقيا اللي فاتت، فاحنا بنحترم فريق الاثيوبي اللي هو ابا جعفر ده جبر اثيوبي. اهم حاجه ان احنا ناخد كل مباراه باهتمام شديد، ناخد كل مباراه بتركيز شديد، باحترافيه عاليه جدا، لان احنا في وقت دلوقتي ما ينفعش نتهاون او ما ينفعش يبقى تركيزنا اقل او لازم كل الحاجات اللي بتخلينا نبقى في اجواء المباراه واهتمام المباراه مهمة جدا انها هي تكون موجودة في كل خطوة من الخطوات اللي احنا ماشيينها. شكرا، ربنا يخليك. شكرا، بنبارك اكيد للكابتن محمد يوسف المدير الفني لفريق النادي الاهلي. وزي ما سمعنا الفتره اللي جايه فتره صعبه لفريق النادي الاهلي، تلاحم المباريات الكبير يمكن ده بيسبب اصابات كثيره جدا، زي ما اكدنا وقلنا لعيب بيدخل لعيب ثاني بيطلع من القائمه ويطلع من المباراه. النهارده سعد سمير اشتكى من العضله الخلفيه، يمكن طبعا باننا ملمين بالكوره وعارفين طبعا العضله الخلفيه بتاخد وقت شويه مع سعد سمير، لكن لسه هيبقى في اختبار طبي، هيبقى في اشعه كمان لسعد غدا. كابتن محمد يوسف كمان قال ان في مباراه وديه غدا لفريق النادي الاهلي، لسه ما تحددش ميعادها طبعا، لكن ده من الدور اللي بيقوم بالجهاز الفني، تأهيل لكافة اللاعبين، كل لعيب النادي الأهلي محتاجه خلال الفترة اللي جاية، فترة مهمة ومرحلة صعبة جدا على فريق النادي الأهلي، سواء في بطولة الدوري العام وأيضا في البطولة الأفريقية. مستمرين معاك كالعادة كابتن ميدو هنا من استاد السلام، وأجواء خاصة على شاشة قناة النادي الأهلي وملعب الأهلي بعد فوز النادي الأهلي على فريق طلائع الجيش. عودة ليك كابتن ميدو وكل نجوم من استوديو التحليل. ألف مبروك عليك يا كريم وعلى كل جماهير النادي الأهلي، وشكرا جدا على التغطية المميزة أنت وكل فريق الإعداد الخارجي، شكرا جدا ليكم. وكانت لقاءات حصرية لقناة النادي الأهلي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكورة. سيد أهم ما قاله أن المباراة أو المرحلة مرحلة رجالة، مرحلة روح أكثر ما هي مرحلة فنيات، وإحنا اتفقنا كلنا على كده. محمد يوسف طبعا اتكلم على أهمية مباراة الذهاب والعودة الأفريقية، واتكلم عن خروج أول أغسطس اللي كان في الدور قبل نهائي البطولة الأفريقية النسخة الماضية. اتكلم كمان عن ضربة الجزاء اللي ضيعها مروان محسن. مروان طمع شوية يعني، كان عايز يجيب هاتريك لكن حقه، لكن ضربة جزاء ما كانش موفق فيها قوي مروان، حطها مش يعني مش جامدة يا مروان. الحمد لله يعني هدفين رجعوا لك الثقة ورجعوا لك حاسة التهديفية، كنا محتاجينهم جدا. خسارة سعد سمير للانضمام لقائمة الإصابات، إصابات كتير وإصابات بالجملة، محتاجين كل الرجاله المصابه. زي ما بيقول سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، قال ان المرحله الجايه محتاجين كل لعيب، واكيد الكلام ده يعني كلام منطقي كابتن بلال. طبعا يعني انت كل مباراه بتخسر تقريبا لعيب، يعني كل مباراه عندك خساره لعيب. المباراه اللي فاتت خسرت ازارو النهارده، مباراه النهارده بتخسر سعد سمير، المباراه اللي جايه كل مباراه بتخسر لعيب عندك، فبالتالي حته الروتيشن اللي بيعملها كابتن، التدوير اللي بيعملها كابتن محمد يوسف مهمه جدا جدا بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. النهارده مش كل مباراه هتخسر لعيب، فبالتالي كمان هو قال نقطه مهمه جدا، يمكن كابتن طارق قال نقطه مهمه، قال ان في مباراه لتجهيز اللعيب، ده مهم جدا جدا جدا، لان انت احيانا
من عدم جاهزيه اللعيب لما يجي يدخل في مباراه صعبه جدا عصبيه وبدنيا تمام وفنيا بتبقى صعب عليه جدا. ده ممكن يصاب باي اجهاد عضلي، يصاب بمزق، يصاب باي شد. المهم فلازم تجهيز اللعيبه دي من خلال المباريات الوديه عشان كمان اللعيب يبقى عنده لياقه المباريات. يعني انت بتتصاب ازاي؟ ما بتبقاش جاهز، بتخش تلعب، بتبذل مجهود كبير جدا، بتعمل سبرنتات، بتلاقي نفسك في الاخر المحصله انت بيجي لك اجهاد، الاجهاد بتحول اصابه. طبعا بتحول اصابه، وده طبيعي، او حمل زياده بالنسبه لك، او حمل مفاجئ بالنسبه لك. يعني انت خلاص العضله مش متعوده ان هي تبذل مجهود كبير جدا، فجاه بتنزل ملعب يا كابتن بتعمل مثلا 60 70 دقيقه، انت مش جاهز بدنيا، عضلاتك مش جاهزه، فبالتالي ممكن تجي لك عمليه الاصابه. يمكن كابتن اسامه اتكلم عليها يمكن يعني في بدايه الاستوديو، وقال ان في مشاكل في التحضير البدني من بدايه مش هنتكلم على بدايه الموسم، ولكن مهم جدا الكابتن محمد يوسف بيعمله انك انت بتجهز اللعيبه على طول، انك انت بتحط رجل اللعيبه في الملعب دايما بالزبط. انك انت بتدور اللعيبه على طول عشان تبقى لعيبه جاهزه بدنيا. مهم جدا ان اللعيبه تبقى جاهزه بدنيا، وده شيء طبعا يحسب للجهاز الفني. لعيبه النهارده يمكن برضه هنستثني حته الاداء الفني، هنتكلم برضه عن الروح القتاليه، هنتكلم عن رغبه المكسب، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه للبطل. انت في بعض الاحيان بتبقى محتاج المكسب بغض النظر عن الاداء. الاداء الاهلي طبعا افضل النهارده، لو احنا بنتكلم على مقاييس المباراه الاهلي افضل من طلائع الجيش، فرق كبيره جدا ما بين الاهلي وطلائع الجيش، ولكن الاهلي برضه ما زال محتاج الاداء القوي بتاعه. الاهلي اداؤه جيد، كسب، ضيع فرص كتيره جدا، ولكن ما زال الاهلي بيسعى الى الاداء الافضل. اكيد كابتن اسامه، نشوف مروان محسن مع كريم احمد، ونرجع بقى اسالك عن اداء الاهلي الفني. اتفضل يا كريم. بجد التحيه ليك يا كابتن ميدو وكل نجوم الاستوديو التحليلي. معايا طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني مروان محسن. ببارك لك يا مروان النهارده على الاداء وعلى المباراه. كالعاده بيبقى لك تاثير كبير، بيبقى لك دور كبير، المجهود والاصرار النهارده كان باين بشكل كبير جدا. بتقول النهارده على المباراه وحابب تقول على الاهداف اللي انت حرصت النهارده. سلم على ميدو طبعا في الاستوديو ومع الكباتن الكبار. الحمد لله يا احمد، الحمد لله ربنا النهارده كرمنا الحمد لله، موجود زمايلي كلنا الحمد لله، كنا محتاجين كل ماتش نلعب على 3 بونت الحمد لله. وده كان روحنا بنلعب لاخر دقيقه الحمد لله، وربنا كلم مجهودنا النهارده الحمد لله بثلاثه بونت الحمد لله. بتشوف المرحله الصعبه دي ازاي يا مروان؟ طلعوا مباراه كبير، يمكن كان في اخفاق في البدايه، لكن بالعزيمه زي ما قلنا وروح الفانيله الحمراء وشخصيه النادي الاهلي بنرجع واحده واحده. ازاي بتتكلموا مع بعض وبتشوف المرحله دي المهمه ازاي كواحد من نجوم منتخبنا الوطني والنادي الاهلي؟ والله احنا مركزين طبعا، في الفتره اللي فاتت دي اتخرجنا من بطولتين من كنا متأثرين جامد الحمد لله. الحمد لله بنرجع بنرجع الثقه تاني، واللعيبه كلها على طول بنتكلم مع بعض الحمد لله، لان روحنا ترجع لازم ترجع تاني، والحمد لله ده باين في الماتشات اللي فاتت دي الحمد لله. احنا اهم حاجه عندنا 3 بونت والحمد لله بنأدي بشكل كويس وبنتمرن كويس، فاللي جاي ان شاء الله يبقى خير لينا باذن الله. كابتن يوسف بيتكلم معاك في ايه؟ كابتن سيد الحديث في ايه؟ لان زي ما قلنا المرحله وتحديات صعبه جدا، كل مباراه لابد ان احنا نحقق فيها فوز، فمرحله مهمه لازم ان احنا نحقق فيها نتائج. كابتن سيد وكابتن يوسف بيتكلموا معاك ازاي؟ على طول مديني الثقه والله في التمرين وفي الماتش الحمد لله. ببقى قاعد بره وبلعب، بادئ بركز في الماتشات، ان انا قاعد ما بلعب ما بلعبش الحمد لله. اهم حاجه مصلحه الفرقه، والاهم حاجه اللي احنا الماتشات اللي جايه ان شاء الله نرجع لمستوانا الطبيعي ان شاء الله باذن المركز الاول. مين مميزين كان عندك ثقه ان انت تحرز هدفين يا مروان؟ اه الحمد لله دايما طبعا كل ماتش طبعا اهم حاجه طبعا في المهاجم ده هو بيحرز اهداف الحمد لله، والحمد لله كل المجهود النهارده الحمد لله بتعبي واستعب زمايلي الحمد لله بهدفين الحمد لله. طول عليك، كان عندك المباراه الافريقيه الاولى، البدايه ان شاء الله تكون موفقه للنادي الاهلي. بتشوف ازاي البدايه الاولى مع فريق البني الاسود؟ ان شاء الله مركزين ان شاء الله في التمرين باذن الله كده الفتره الجايه، وهنلعب على اجباتنا وسلبياتنا ان شاء الله، واللي جاي خير ان شاء الله باذن الله. حبيبي الله يبارك فيك، ربنا يخليك حبيبي. مبارك اكيد طبعا للكابتن مروان محسن، واحد من نجوم فريق النادي الاهلي. الحمد لله يمكن النهارده على الاداء وعلى النتيجه مجهود كبير بيبذل من فريق النادي الأهلي. وبنحيي اكيد مروان رغم اهداره لركله الجزاء الاخيره، لكن بذل مجهود كبير جدا النهارده كابتن ميدو زي ما انت شفت طبعا، واكيد هيبقى لكم تحليل في الاستوديو التحليلي على ملعب الاهلي. مجهود كبير بيبذل زي ما قلنا من لعيبه النادي الاهلي، وبخص كمان مروان النهارده كان باين ان ليه تاثير كبير، كان باين الاصرار، كان باين العزيمه، وده اللي احنا كنا مستنيينه من زمان يا كابتن ميدو. شخصيه النادي الاهلي، فانيله النادي الاهلي، روح فانيله النادي الاهلي تعود من جديد للقلعه الحمراء. واكيد زي ما انت سمعت طبعا مروان محسن بكده يكون انتهت لقاءاتنا هنا في استاد السلام عقب فوز النادي الاهلي على فريق طلائع الجيش، على امل ان شاء الله في المباراه الافريقيه الاولى تكون بدايه موفقه لفريق النادي الاهلي. برجع لك كابتن ميدو في الاستوديو وكل نجوم الاستوديو التحليلي. شكرا جدا لك يا نجم مروان محسن. ملخص كلام مروان محسن، الحمد لله. مروان محسن قال الحمد لله حوالي 100 مره. الكلام بتاع مروان محسن يبين لك قد ايه، يعني احنا في الاستوديو هنا استغربنا ليه كميه الحمد لله، يبين لك قد ايه مروان محسن كان مضغوط جدا، وفعلا كميه الحمد اللي بيحمدها ربنا ان هو اكرم عليه النهارده بهدفين كان محتاجهم جدا. فعشان كده مروان كميه الحمد لله كانت كتيره جدا منه، مع ان ده مش الطبيعي بتاع مروان. اه طبعا احنا بنحمد ربنا في كل حاجه في السراء وفي الضراء، لكن النهارده كان مروان محسن محتاج فعلا هدف على الاقل، فربنا اكرمه بهدفين كانوا ممكن يبقوا 3 يا كابتن اسامه. صح.
الحمد لله على التشكيل، الحمد لله على المكسب. فعلا تحس ان هو فعلا ثلاث نقط، تحس فعلا ان هو بيحمد ربنا طبعا. ان ربنا اداله النهارده عدل الثقه بينه وبين جمهور الاهلي. جمهور الاهلي كان بيتسال فين مروان، فين اهدافك، واحنا كمان كنا. المهاجم دايما مهما بيأدي اداء كويس او مؤثر داخل الملعب، لكن دايما هي اللي يعني الحاجه اللي بتعلي معنويات هي الاهداف. فمروان بقاله فتره يعني عمليه التهديف غايبه عنه، وهو كان حاسس بالكلام ده، فهي اللي هترجع له ثقته تاني واحساسه تاني بالملعب هي الاهداف. النهارده ربنا فتح عليه كمان بهدفين يعني في بدايه الشوط الاولاني، وكمان هم ثلاث نقط بتوع المباراه. فالنهارده زي ما انت بتقول كميه الحمد اللي قالها النهارده في اللقاء مع كريم احمد، فعلا يعني هو بقاله فتره مضغوط، فدول اللي هيبداوا يدوله الثقه خلال الفتره الجايه. لكن النهارده بنقول للنادي الاهلي طبعا مبروك، ثلاث نقاط. والاداء قلت لك يا كابتن ميدو في بدايه الاستوديو الثلاث نقاط مهمين عن الاداء، تمام. لكن النهارده الاداء الكويس والاداء الجيد بيستمر للمباراه الثانيه، تمام. مش 90 دقيقه بس، وقت طويل او وقت كبير جدا من المباراه. الوقت كبير كان النادي الاهلي ليه الافضليه، ليه السيطره، ليه الاستحواذ، ليه الضغط على الفرص كمان. الكور اللي راح بيها النادي الاهلي كان افضل من طلائع الجيش في وقت كبير جدا من المباراه. الروح النهارده كانت مميزه، حتى كابتن محمد يوسف ادار المباراه للمباراه الثانيه برضو اشدنا بيه في مباراه الجونه وتغييراته، وكان عنده المجازفه. النهارده برضو ادار المباراه بشكل جيد. حصل له النهارده موضوع سعد سمير الاصابه، عمل التغييرات الداخليه من داخل الملعب. وبالنسبه لاصابه سعد سمير زي ما بقول لك برضو لسه ما زالت مصائب لاندمان تتوالى على النادي الاهلي. ده كله مشاكل اندمان من الاول. النهارده لو عندك كمعد بدني مميز قدر يعمل لك الشغل بدايه من بدايه الموسم، وانت عندك الخريطه، انت عارف على مدار الموسم كميه المباريات، كميه المستويات اللي انت فيها، لو حط خريطه مظبوطه لاعداد الفريق ما تقدرش تشوف الكلام ده كله. لكن شغل الاندمان بدايه الموسم كان كله غلط، فانت هتبدا بقى تبدا طول ما انت ماشي في كل مباراه هتلاقي حد يقع منك يطلع بره يتعور، هتلاقي تدخل حد تاني. طب تسمح لي خلينا نتكلم في كوزيد لندمان عشان ندي للراجل حقه. تسمح لي بس اختلف معاك في نقطه. لندمان كانت جماهير النادي الاهلي دايما بتتكلم عليه كويس قوي في الفتره اللي تولى فيها المسؤوليه قبل كده. كان مع مين يا بلال؟ كان مع مين لندمان؟ كان مع مارتن يون. كان مع مارتن يون. كانت كل الناس بيقولوا الفرقه واقفه على حيلها بدنيا وفنيا، وكانت بص يا كابتن ميدو انت عايز تعرف المعد ده معد مميز ولا لا؟ مش في اوقات طويله من المباريات، يعني ما لعبش النهارده والعب الاسبوع اللي بعديه، لا، اللاعب بيلعب بالمخزون اللي عنده. لكن تعرف بقى المعد البدني عندك كويس بكميه المباريات اللي عندك، بنواحي الاستشفاء اللي هو بيعملها. لكن النهارده عايزين نشيد طبعا بالكابتن محمد يوسف. النهارده عمل تغيير محمد هاني دخل يعني انا عارف طبعا كلامك كابتن اسامه، نكمله بعد ما ناخد هذا الفصل. ماشي يلا. مستمرين معاكم لسه في تغطية هذه المباراة، التغطية الفنية. وطبعا كابتن أسامة كان بيتكلم على الحالة البدنية اللي قبل كده كانت اللعيبة، واللي أنت بتقول من وجهة نظرك أنها تسببت في إصابة بعض أو معظم اللاعبين. طبعا دي من وجهة نظري شخصيا، إن الإعداد البدني بداية الموسم كان مهم جدا، خاصة أنت بتحط الخريطة قدامك بتاعت المسابقات وكمية ضغط المباريات، فأنت بتشتغل عليها وبتعد اللعيبة على أساس ده. والسنة دي كان عندنا فرصة ذهبية لكل فرق مصر أنك تشتغل في شهرين بتوع كاس العالم، تقدر تعد فريقك وتقدر توقفه بدنيا كويس. طبعا لو جت اصابه زي لا احمد فتحي للشناوي هيبقوا معذورين انهم بيلحموا مواسم مع بعض، فخلاص. لكن اللعيب اللي كان عندك واخد وقت راحه كافي لازم كنت تعده بدنيا. سعد كان موجود في كاس العالم لكن ما لعبش او شارك، فكان عنده فرصه برضو ان هو يكون جاهز بدنيا. فبقول لك دي المشاكل دي كلها اللي ظهرت في النادي الاهلي هو اساسها الاندمان. لكن النهارده فنيا النادي الاهلي كان افضل من طلائع الجيش على مستوى الاستحواذ، الفرص، الروح، وهو يستحق النهارده الثلاث نقاط. لازم نشيد بكابتن محمد يوسف وتغييراته النهارده اللي كانت مؤثره، خاصه كمان مع اصابه سعد سمير دخل محمد هاني مساك. محمد هاني لعبها قبل كده واجاد فيها، نزل باسم علي. ووجهه نظري برضو الشخصيه ان باسم علي من افضل باكات رايت الموجوده في مصر،
لكن هو حظه كان سيء خلال الفتره اللي فاتت، اصابه كانت طويله جدا، لكن النهارده باسم علي يعني لما نزل في حته اليمين لا واحد حافظ المكان، كل ما بيلعب بيبقى ليه تاثير ايجابي، كل هو مؤثر. الباك الرايت او الباك ليفت للنادي الاهلي لازم يبقى هجوميا مؤثر، هو عنده النزعه الهجوميه دي والدفاعيه كمان، والدفاعيه بيعرف يغطي لكن بينقل لك الفرقه، عنده السرعه بالزبط. الفينش بتاع الكروس بتاعه بيعمله مظبوط. النهارده ظهرت خطورته كمان في الباص اللي حطوه ناصر ماهر، جاي من ورا بيتحرك في ظهر الراجل، قطع لجوه، راح سبرنت خد راح للجول. فلا يعني باسم علي اتمنى ان شاء الله يبدا ياخد خلال الفتره الجايه، ربنا يحميه من الاصابات، هيكون اضافه للنادي الاهلي في الناحيه اليمين دي، وهيشيل لك بقى كريم ندفد. لازم برضو نشيد بكريم ندفد أكيد النهارده أكيد. يعني بيواصل سلسله التالق بتاعه، الروح القتاليه بتاعته داخل الملعب. النهارده في عمليه الاستحواذ مع السوليه ما شاء الله عليهم الاثنين، كانوا ماسكين يعني نص الملعب، عاملين ريتم عمليه الاستحواذ وتدوير الكره. ناصر ماهر برضو النهاردة لا يعني عجبني، ظهر بشكل مميز، كان دايما هو اللي بيبني عملية اللعب من تحت في نص الملعب، كان بينزل يستلم، كان بيعمل الباصات القصيرة ويروح للراجل ويستلم من تحتيه عملية التدوير ونقل الكرة. فالنهاردة يعني النادي الأهلي يستحق الفوز ويستحق الثلاث نقاط النهارده. تمام، عايز اقول لكم اهداف مروان محسن مع الاهلي الدوري المصري من اول ما اتنقل من الاسماعيلي للاهلي، 7 اهداف لمروان محسن، دوري ابطال افريقيا هدف واحد، وكاس زايد الانديه العربيه هدف واحد، وللمره الاولى في تاريخ مروان محسن مع النادي الاهلي يسجل 2 مروان انتقل من صفوف الاسماعيلي 2016 2017، يعني ليس بالبعيد يعني. لكن كابتن ابراهيم بالرغم من فوز الاهلي وده اللي احنا بنتكلم، احنا عايزين 3 نقاط في المرحله دي على الاقل يعني، لكن ماتشات هتيجي محتاج فيها كمان اداء، هتقابل فرق قويه جدا، هل شكل الاهلي الفني مطمئن؟ هل الاهلي بيجي ماتش بعد ماتش المستوى الفني بيتحسن، بيتقدموا اللعيبه؟ النهارده كان في ميس باس كتير جدا بلا اي داعي في الشوط الثاني تحديدا. لا هو برغم من فوز الاهلي بهدفين انما كان ممكن يضاعف الاهداف بطريقه اكتر من كده، يعني احمد الشيخ في الدقيقه 7 انفراد تام من تمريره لايمن اشرف بيحطها في ايد حارس المرمى، في الدقيقه 78 برضه من كره عرضيه بانفراد تام والحارس في المكان البعيد خالص بيحطها في الشبكه من بره انفراد تام. انا برضه بشيد بباسم الحقيقه التمريره اللي عملها له ناصر الماهر، قدر يستغلها بطريقه جيده جدا ضربه الجزاء وداخل جوه وعمل ضربه جزاء، كان ممكن مروان طبعا يبقى هاتريك النهارده ويبقى يدخل في قائمه الهدافين. اداء الاهلي يعني مش هو بالمستوى الممتاز، انما نقدر نقول مستوى جيد. لما اطمن النتيجه ابتدى يتعمد ان هو يستحوذ وان هو يستنفذ جهد الفريق الاخر، بعد ما ايه خد الحاجه اللي هو عايزها، خد الثلاثه بونت واطمن للثلاثه بونت، ابتدى يتعمد انه ينقل الكوره من رجل لرجل ويستثمر مهارات اللعيبه في التمريج، ان هو يفضل مستحوذ ويبعد الخطوره عن مرماه. كان ممكن الاهلي في الشوط الثاني يضعف النتيجه الحقيقه، طلائع الجيش كان بيعتمد على الكوره الطويله اللي ما بتلاقيش اي فائده من الهجوم بتاعه، والنادي الاهلي بيستحوذ عليها ويبتدي الهجمات بتاعته من الخلف للامام. النادي الاهلي كان ممكن زي ما قلت يحرز اهداف اكتر من كده، بس هو لما اطمئن النتيجه ابتدى يهدي اللعب. وانا برضو مع الكباتن بحيي الكابتن محمد يوسف الحقيقه والجهاز المعاون، التغييرات الموفقه وانه اللعيبه المجهده، يعني ما اشركش وليد لما اطمن النتيجه، ما اشركش وليد لان وليد ليه دور مؤثر وفعال في النادي الاهلي وراحته مهمه جدا، لان عندنا زي ما قال الكابتن طارق سليمان عندنا ضغط ماتشات في ال 10 ايام اللي جايين دول او ال 15 يوم، عندنا 5 ماتشات بما فيهم في سفر وافريقيا واجهاد، فلازم يدي فرصه الحقيقه للاستشفاء للعيبه المؤثره في النادي يعني. لكن الاهلي عن مباراه عن مباراه من مباراه عن مباراه بيأدي بطريقه جيده، وزي ما بنقول احنا مهم 3 نقاط دلوقتي، الاداء جاي ان شاء الله باذن الله. تمام كابتن بلال، عايزين نشوف سمير، عايزين نشوف الهدف الاول عشان كابتن بلال يحلله فنيا، ويشوف طريقه تعامل محمد شريف تحديدا مع الكره وصبره عليها وان هو يحطها في رجل مروان بالطريقه دي. اتفضل يا كابتن بلال. بص الهدف من اوله ده الحته اللي احنا اتكلمنا فيها ميدو،
ان انت بتلعب بتحول من خليك مع بلال ياسمين من زاويه لزاويه، من يعني بتشتغل من ناحيه اليمين بتحضر عشان تلعب ناحيه الشمال. ودي الحته اللي تميز فيها النادي الاهلي بشكل جيد جدا النهارده، انك ازاي تنقل الكره بشكل سريع للناحيه العكسيه الناحيه الافضل. وراحت لمحمد طبعا، محمد شريف استغل المهاره، التحرك بتاعه كان جيد جدا دي من الاول. يعني النادي الاهلي بيحضر في اليمين وبعد كده بتروح للزاويه العكسيه الافضل. بالنسبه لك هي دي الحته المفضله بالنسبه لاي فرقه، انك لما تلعب في ناحيه اليمين بتحاول ناحيه الشمال، دي الحته الافضل. يبقى عندك تقدر تستغل المهاره الفرديه بتاعه اللعيب اللي موجود. محمد شريف الحقيقه تيل بشكل جيد بالظبط، استلم بشكل جيد. يعني اشتغل فردي، وهي دي قيمه اللعيبه. أيوة. انت قيمه اللعيب بتيجي في الحته بالزبط. يعني الفينش الاخير هي تفرق لعيب من لعيب. اللعيب يبقى قيمته كبيره، لعيب بيعرف يروغ، بيعرف يفتح لنفسه فرصه بالظبط. ممكن اي لعيب تاني لا يوم قاطم عكسي ويحاول يلعب الكره الكروس العرضي، هتبقى صعبه جدا على اللعيبه، لان اللعيبه هتبقى في حاله ثبات في الحاله دي. انما لما بتروح على الجول بتبقى اللعيبه في حاله حركه، زي ما اتحرك، زي التحرك بتاع مروان محسن. محسن راح في حاله حركه لان الكوره كانت قدامه مش وراه، انما لو الكوره وراه هتبقى صعبه عليه جدا. هنا بلال خلي بالك، علي الفيل لو ارجع تاني يا سمره اللي مغطي الاوفسايد، علي الفيل يعني احساسه يعني بالمكان هو مغطي. يعني اللي هو طالع مش واقف على خط واحد مع الناس، فهو مؤخر، فدي اللي سهلت برضو ان الكوره راحت لمحمد شريف. شريف مع اخر واحد يعني، شريف برضه ذكاء منه ان هو بيتكلم على بص تمركز علي هو كان بيلعب على مروان محسن في الحته دي. على خط بص برضه احمد الشيخ تمريره جيده جدا دخل لجوه الملعب. شوف تحرك الشكل العام للصوره، التحرك بس تحرك مروان خد البعيده وبدا يقطع الاولى. خلي بالك هي دي خطوره مروان محسن، ما دي حاسه الهداف برضه، خطوره مروان محسن ان دايما ياخد عرضه الاولى. خد بالك اسامه، دي ملهاش اي حل تاني غير ان هو يروح على الزاويه القريبه. لا حطيته كمان صعبه جدا. خد بالك بص يا مين. في حاجات في الكوره بديهيه، يعني انا كفاروت في حاجات بديهيه من الحته دي، ما اقدرش يعمل غير كوره على الارض في الزاويه القريبه بالزبط. ما يقدرش يعمل العكسيه بالزبط. فانا بطبيعه الحال المهاجم، يعني هو مروان فكر صح، لان خلاص الزاويه اتقفلت على محمد شريف، هو الحاله الوحيده هي دي، مفيش حاله تانية. وتحركه كمان هو خد المساك لبره يا بلال، ان هو راح لبره الاول على البعيده وابتدى عشان ياخد الظهر، عشان ياخد المساك لبره. وهنا برده ما لعبهاش. بص خلي بالك سمير، شكله لعيب كوره. هنا مروان محسن ما لعبهاش، هو خلاها تخبط في رجله وهو وجهها بس. لو لعبها ممكن تعلى، هو بس وجهها برجله. صح. هات لنا عايزين تتكلموا في الجول ده تاني. برافو جميل. طب هات لنا الجول التاني اللي الكابتن اسامه حسني بقى يشوفه ويحلله. يلا دي من بدايه الهجمه اللعبه، عمرو السوليه لمروان. بص برضه نفس التحضير برضه يا اسامه، من اليمين للشمال، حتى لاعب المقصه وقف، راحت برضه نفس اللعيب محمد شريف، طلائع الجيش يا سمس. ماشي. محمد شريف كان حاططها في زاويه بعيده لكن بسام، ودي بقى التكمله بتاعت مروان محسن. يعني مروان محسن هو اللي رايح الكره بدماغه من هناك وما اكتفاش انه يقف، التكمله ان هو لازم يكمل على الجول. فهي كان موفق فيها ان الكره جات له وهي جايه له، يعني مجهز نفسه على اللمسه الواحده. يعني في لعيب ممكن وهي جايه لسه هوقف ولسه هلعب، لا وهي جايه محتاجه لمسه واحده والجول فاضي على طول. انا هنا بشيد باحمد بلال بقى في البدايه خالص. قال لك احنا هنستغل الاماكن الضعيفه في الفرقه المضاده ونستغلها، وفعلا الاستغلال الجيد للجبهه اليمنى اللي بيشتغلها محمد ابو المجد ومحمد شريف الحقيقه اجاد فيها في الحته اللي بيستغلها في الناحيه اليمين دي، ومنها جم الهدفين. فانا ينفع مدرب ولا ده 100 انا عندي لوم هنا على محمد شريف. معلش حاجه، الكره اللي زي كده انا مهاجم لازم اتعامل مع الكره دي صح كده. النهارده لو مفيش تغطيه، لو مفيش تكمله من مروان محسن، ده هدف محقق. لازم ما ينفعش من هنا تحطها بالشكل ده. الكره محطوطه في الزاويه الضيقه. انا كفارود النهارده محطوطه هنا في الزاويه الضيقه يا اسامه، لازم احط في الزاويه البعيده، لازم بوش رجلي الداخلي واحط في الزاويه البعيده. خلاص النهارده لو مروان محسن مش مكمل هتصعب عليك الدنيا. يعني 1-0 برده، خد بالك تدي امل برده لطلائع الجيش انه يرجع في الماتش، تدي له امل. فانا النهارده كمهاجم الحاجات اللي زي كده مش ما بتتكررش كتير اثناء الجيم، يعني بتبقى بالزبط واحده بس طول المباراه. وانا كلاعب المفترض، انا كمهاجم ببقى محضر نفسي في كل الاوضاع. انا واحده زي دي في الزاويه البعيده بوش رجلي الداخلي، تمام، واحطها في الزاويه البعيده، جت ما جاتش. انما عشان تتلعب في الزاويه الضيقه دي تبقى صعبه. لو اتلعبت 10 20 مره برضه الجول هيمسك، يا اما هتضيع. فانا يعني التركيز مهم جدا، لان الفرص بتبقى قليله جدا في الحاجات اللي زي كده. فرصه زي كده ما بتتكررش كتير جدا في المباراه. يعني انا بص خلاص في البعيده بقى ما ينفعش الكره دي في زاويه الجول. الجول طلع ممكن تعملها تشيب او
بقش رجلك الداخلي في الزاويه. تمام. انا عايز اشيد بصراحه النهارده بمحمد بسام نجم فريق طلائع الجيش النهارده، كان حاجه جميله جدا، وعايز اشيد بيه في الكره دي تحديدا. لو حضراتكم تاخدوا بالكم ان هو كان ممكن يشوط الكره في وش مروان، ودي بيعملها معظم الحراس، لكن هو بصراحه حارس ملتزم جدا وعنده اخلاق، فعشان كده كان هيشوط الكره في مروان واخر ثانيه ما شاطش الكره. انا بحييه على اللقطه دي تحديدا. هتهنى تاني يا سمير، وكان نجم اللقاء في المجمل لانه شال اهداف كتير جدا من مهاجمي النادي الاهلي. لو تشوفوا كده الجون، او بص يعني انا بصراحه بحييه في اللقطه دي، لقطه اخلاقيه فعلا، ونجم في المباراه شال كتير. اي جون هيعمل كده، هيشوط الكره على اي جول هيعمل كده، لكن هو بصراحه انا بحييك على اللقطه دي. وكان نجم المباراه محمد بسام، حارس واعد وشال الجوان. لا شال جوان كتير قوي، وصد البنالتي كمان، صد البنالتي ضربه جزاء. ضربه جزاء مع ان مروان حطها في ايديه. لا مروان حطها باستهتار بس توقعه برده كان ممكن يروح في زاويه ثانيه. لكن طلائع الجيش ما قدمش احنا كنا متخوفين منه، او متخوفين من رده فعله. لا هو سهل الجيم على النادي الاهلي. يعني اول 10 دقائق كان ند، وزي ما احنا متوقعين بيلعب زون ديفنس وكل حاجه، انما بعد ال 10 دقائق الاولانيه لا وجود لطلائع الجيش طول المباراه. يعني تمريرات كلها مقطوعه، بيلعب كوره طويله، سهل الامور على النادي الاهلي، ومفيش استغلال ليها بالشكل الامثل. النادي الاهلي بيستلمها وبيبتدي بيها الهجمات، بعد كده ابتدى يضغط، ابتدت خطوطه تتفتح، وكان ممكن النادي الاهلي يستغل المساحات. احنا قلنا الاول هيضيق المساحات على النادي الاهلي. لا هو بعد الجول ما دخل فيه كمان ابتدى يوسع المساحات خالص وسهل الامور على النادي الاهلي. كان ممكن النادي الاهلي يجيب اكتر من هدف زي ما قلنا والزملاء قالوا، انما برضو عشان النادي الاهلي خد اللي عايزه من الماتش، ابتدى يعتمد على التمريرات العمليه بقت سهله. يعني طلائع الجيش سهل الامور على النادي الاهلي جدا جدا، انه هو يقدر يطلع بالمكاسب الفنيه والثلاثه بونت كمان. تمام كابتن بلال، خلينا نتكلم فنيا شويه كده ونشوف سلبيات النادي الاهلي النهارده. كانت في فقد الكوره بسرعه جدا، مع ان انت مستريح، عندك هدفين ليدنج على ليدر على الماتش كله. طلائع الجيش مش ما بيديلكش اي رده فعل خالص لاي حاجه، مسهلك الماتش زي ما الكابتن ابراهيم قال. وبالرغم من كده كان في ميس باس كتير قوي، كان في تسرع من لعيبه كتير قوي، في عدم استغلال الفرص بشكل يقلقك في بعد كده. شوف هقول لك على حاجه مهمه جدا برضه. اتفضل. التركيبه لما بتتغير من مباراه للتانيه، خد بالك برضه بتاثر شويه على عمليه الاستحواذ. يعني فاهم قصدي؟ النهارده التركيبه مختلفه شويه، تلعب كريم نيدفيد وعمرو السوليه، الاثنين لعيبه قريبين، ستايلهم قريب شويه من بعضهم. مش واحد ثابت بيلعب ميد فيلدر ثابت يعني، والتاني هو اللي بيكمل في الحته الهجوميه، لا الاثنين بيقوموا بنفس الادوار، فالتركيبه ممكن تكون شويه مختلفه. فاهم قصدي؟ دي رقم واحد. رقم اثنين، يعني لعيبه النادي الاهلي النهارده خد بالك، انا في ضغط على لعيبه، واضح جدا الضغط ده، واضح من تاثير الاعلام، واضح من المباريات برضو، والفريق الخصم بيكسب، فالعمليه دي برضو ممكن تكون ضغط شويه على اللعيبه اثناء الملعب. خد بالك انت لما بتكونش مضغوط داخل الملعب بتقدر تلعب جيم سهل جدا، سلس بالنسبه لك. انما لما بتكون مضغوط عايز تكسب، بتحاول تقلل الفرق ما بينك وما بين الخصم بتاعك، بتحاول ان انت كمان ان انت تحاول توجد حلول طول المباراه، بتحاول ان انت تبقى كويس وبتبذل اقصى مجهود. ودي برضو العمليه الثانيه اللي بتحصل منها بعض الاصابات، برضو العمليه النفسيه والضغط النفسي. لكن لعيبه النادي الاهلي بس هما اللي بيفتقدوه النهارده او في المباراه دي تحديدا، يعني انك انت ما بتبصش كتير، ما بتنقلش الكره من رجل لرجل كتير. هي دي برضو مشكله النادي الاهلي في مباراه النهارده. خد بالك انت الفرق اللي بتنقل كوره بشكل جيد ما بتقطعش منها الكوره، دي اللي بتوصل اكتر للجول. النهارده ممكن النادي الاهلي وصل في اوقات يعني بشكل سريع جدا يا كابتن، بس خد بالك نتيجه برضو لبعض اخطاء وتمركز الخاطئ اللي كان موجود عليه طلائع الجيش. لكن احنا النهارده محتاجين ان احنا نمسك كوره اكتر من كده في نص ملعب، محتاجين ان احنا نظهر لبعض اكتر من كده، محتاجين ان احنا نقرب من بعض اكتر من كده. يمكن انا برضو ناصر ماهر بيعمل حته كويسه جدا في بعض الاوقات جيده، وفي بعض الاوقات انا بشوفها زياده شويه. تمام. بعض الاوقات انك لما بيخرج كتير على طرفي الملعب، ودي حته هو مش محتاج ان هو يشتغل في الحته دي. لان انت عندك اثنين من طرفي الملعب عندهم كره كويسه جدا، محمد شريف عنده كره كويسه، واحمد الشيخ عنده كره كويسه. محتاج بس عمليه الربط مع ناصر ماهر في الحته دي، هو الوحيد اللي يقدر يعمل عمليه الباس، انك من اليمين للشمال يقدر يلعب مع المهاجمين، يقدر يقرب. لكن كون ان انت تطلع على الخط وتبقى انت ثلاثه بيلعبوا ثلاثه على خط واحد، دي برضه بتصعب عمليه الاستحواذ بشكل كويس يعني، او بتصعب عمليه الباص بشكل كبير يعني. فالنهارده ناصر ماهر برضه محتاج ان هو يتقل بس شويه في نص ملعب، تحركاته على الاطراف الملعب تكون بحدود، ما تكونش بشكل كبير، لان انا شفته في اكتر من كوره بيطلع على طرف الملعب، بيطلع على طرف الملعب هو واحمد الشيخ
والباك رايت، او بيطلع على او ناحيه الشمال او هو ومحمد شريف والباك ليفت، فبتبقى صعبه جدا، بتصعب الامور، بتلاقي المساحات في نص ملعب فاضيه، ما بتلاقيش حد يقدر ينزل يعمل يستلم، ولو استلم السوليه واتضرب بتبقى برده صعبه على دفاع النادي الاهلي. فبس العمليه محتاجه بس انك انت الثلاثه بتوع نص ملعب يبقى فيه شويه تفاهم عشان يقدروا ان هم يعملوا عمليه استحواذ بشكل كويس. جميل قوي كابتن اسامه. محمد يوسف النهارده تغييره محمد شريف بهشام محمد، تفتكر كان الداعي منها ايه هذه التغيير؟ ان طلاع الجيش بدا التغييرات كلها هجوميه، عايز بقى يعوض الخساره، بدا يتم الدفع بحسن يوسف، اتلعب باثنين مهاجمين احمد جعفر ومصطفى محمد، نزل عموري، فكلها تغييرات هجوميه. فكابتن محمد يوسف كان عايز يمسك منطقه نص الملعب. كان الاهلي في الوقت ده بدا يفقد نص الملعب، فحط هشام محمد، فبدات العمليه التوازن تاني في نص الملعب، خلاص مش عايز ينطلق يعتمد على انطلاقات محمد شريف. فهي كان الهدف هي نص الملعب بس، ان كان طلاع الجيش مكثف العدد الاكبر في وسط الملعب. فدخول هشام محمد اداك عمليه السيطره والاستحواذ دي بين عمرو السوليه بين كريم ندفد بين هشام محمد، وعملوها بشكل كويس، وبدات تعتمد على انطلاقات كريم ندفد في وقت من الوقت، او احمد الشيخ. احمد الشيخ بدا اديته مساحه بقى انه ما يرجعش، فبدات تعتمد على انطلاقات احمد الشيخ مع مروان. فهي العمليه كانت على سيطره نص الملعب. في التغييره الثالثه كانت بتاعت مؤمن زكريا، كانت في اخر المباراه. مؤمن زكريا يعني الكابتن يوسف برضو عايز ناصر ماهر بمؤمن زكريا، يعني عايز يرجعه. فان شاء الله يعني يبدا ياخد وقت اطول في مباراه وديه، يعني من ممكن تبقى من بكره لمباراه افريقيا. كان بيتكلم عنها كابتن طارق سليمان، فدي فرصه بقى ان مؤمن زكريا يبدا ياخد وقت اطول، تبدا تجهز الناس المصابين عندك، تبدا تجهز الناس اللي ما بتشاركش، عشان كل انت محتاج الناس كلها خلال الفتره الجايه. تغييره مؤمن يا اسامه رجعت شكل الاهلي تاني اللي هو 4-2-3-1، يعني بقى في اثنين ديفندرات وكريم ندفد طلع لعب مكان ناصر ماهر واحمد الشيخ ومؤمن زكريا، ولا برضه حافظ على السيستم اللي هو ثلاثه في نص الملعب؟ هو نفس السيستم، هو دخل ناصر ماهر، لكن برضه مؤمن يعني خد وقت قليل حوالي 5 دقائق او 6 دقائق، يعني ما نقدرش نقول ان غير فيها الشكل. هي تغييره معنويه لمؤمن زكريا انه غايب بقاله فتره، فانت يرجع. عايز تكسبه ان شاء الله يبدا يدخل واحده واحده، خاصه ان هو بقاله فتره غايب عن المباريات، فهو يبدا يعني يدافع بيه تدريجيا لما يجيب تاني فورمه المباريات. لكن عايز اكلمك في نقطه يعني هيتكلم فيها كابتن احمد عوده، نقطه التحكيم، عشان جماعه صحابنا يطلعوا النهارده ويقول لك الهدف بتاع طلاع الجيش والهدف صحيح والهدف اتلغى والكلام ده كله، بس عايزين نفكرهم ان الاهلي كان كسبان 2-0، الهدف ما كانش هيغير في مجرى المباراه، الاهلي بالعكس كان ليه ضربه جزاء وضاعت، عكس مباريات ثانيه اتحسن فيها اهداف مؤثره كانت بالثلاثه بونت، زي مباراه الداخليه كان الهدف اللي كان فاول واتحسب، زي هدف المقصه التسلل، زي هدف حرس الحدود. انا بس بنفكر الناس بالنقطه دي، ان الهدف اللي اتحسب النهارده الاهلي كان مسيطر والاهلي كان افضل وما كانش غير من مجرى المباراه. لا انا عايز اكد بس على كلامك في حته تغيير هشام محمد، فعلا لما حس محمد يوسف ان في تضييع اهداف، عموري مضيع هدف في الدقيقه 55 ومصطفى مضيع هدف في الدقيقه 60، فكان لازم تدعيم لخط النص، فده سبب التغيير بتاعت هشام محمد، فانا باكد على كلامك. اكيد في نقطه ثانيه مهمه جدا يعني محتاجها النادي الاهلي الفتره اللي جايه، التحضير من من المنطقه الخلفيه، يعني منطقه الاثنين السنتر باكس بتوعنا محتاجين ان احنا نبتدي نتلع الكره شويه، نبتدي نحضر اللعب بشكل كويس. فين السنتر باكس بتوعنا دلوقتي؟ لا هم مش متفاهمين الحقيقه. لا هو فين يا كابتن؟ هي في اكتر من حته، الاثنين بيدخلوا في نقطه واحده مش متفاهمين في اعداد المصابين، ونجيب في اعداد المصابين مع فين السنتر باكس؟ انا بس يعني بفتكر اللعيبه المصاب بصعب عليا نفسي. عندك قايمه افريقيه تدخل بيها مصابين، يعني العدد كبير، طلب منك قايمه افريقيه تدخل لهم الناس المصابه دي. دي حقيقه قايمه مبدئيه. بقول لك احنا اول بس محمد داني لعيب كوره، خد بالك محمد داني لعيب كوره. قلت لك تعال نحط تشكيل المصابين، تشكيل تاخد بيه افريقيا. ايوه بالظبط، يعني محمد الشناوي واحمد فتحي ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، نجيب وسعد سمير دخل النهارده، عندك في نص الملعب حسام عاشور مظبوط، وعندك نطلع بقى للرجاله اللي فوق، الرجاله اللي فوق ازارو، عندك اجايه، مين تاني يا جماعه فكروا؟ صلاح محسن ده بقول لك تاخد فرقه تاخد بيها بطوله، في فرقه ثانيه بيقع منها لعيب يخرج منها لعيب يتصاب تخرج من بطوله،
تخيل انت واقع عندك اسود، انت قلبك اسود قوي على فكره. يعني بص اسامه بيقول لناس ما تتكلموش، ما يعني عنده حاجه برضه عنده حق العيال والله. عندنا لو الزوب بتاعت الاصابات دي حصلت في اي فرقه كانت الامور بقت صعبه. تاخد بقى بطوله افريقيا كلها مصابين، فرقه ثانيه بقول لك لعيب بيقع بتلاقي الدنيا كعبلت كلها. دي حقيقه، دي حقيقه. بفكركم على الاسماء الفائزين بتيشيرتات النادي الاهلي. احنا قلنا اللي هيتوقع اللي احنا مبسوطين على الفكره اللي هيتوقع هدف في الفوز هيبقى ياخد تيشيرت ان شاء الله بعد قليل. كابتن سمير وزميلي احمد رشاد بيجهز الاسماء عشان نختار منهم اسمين زي ما احنا متعودين مع حضراتكم. ان شاء الله تكون فائده خير كل مباراه كده، نعمل تيشيرتين للنادي الاهلي ونمضي اللعيبه كمان. مروان بقى اللي هيمضي على التيشيرت النهارده لوحده، لكن يستاهل يا كابتن. بس لا لا ابصم عليه مش لا ده لازم تجيبه كل ماتش. لا لا كريم ده لازم تجيبه كل ماتش. كريم حسين شحاته انا هكلمك واشوفك انت عايز ايه بصراحه. يعني ده كان مصمم، ده متثق، كان مصمم. لا وبعدين يا اسامه بلال بكلمه بقول له يا كريم انت من امتى؟ قال لا انا كل ماتش بعمل كده. قال لي انا والله العظيم بمنتهى الثقه هنسجل لكم الحوار يا سمير وزعوه على بقول لك ليه تقعد على الكنبه بره وانا داخل. قال انا كريم حسين شحاته اللي انا كسبت المره اللي فاتت توقعت. قلت له طب الف مبروك النهارده. قال لي مروان محسن على طول. طب مش قال لي مروان محسن اكبر يا بلال. انا قلقت منه. قال لي خلي بالك ما كانش لسه تشكيل يعني خالص، ما كانش تشكيل لسه اعلن. أيوة ما كانش حاجه عليك. مش عارفين مروان هيلعب ولا مش هيلعب بالظبط. خلاص جماهيرنا بقت ان شاء الله وعارفه وفاهمه وعارفين وممكن يقعد يكلمك في فنيات. انا بقول له المباريات اللي معلقه في دماغك ايه؟ انا عارف ان هو ليه طبعا مباراه ابو تريكه. قلت له لا مباراه ثانيه. قال لي 4-3. كابتن اسامه حسني لسه مسلم عليه بقى. ربنا يخليكم وان شاء الله دايما كده الاهلي مفرحكم عشان انتوا تستاهلوا الفرحه بصراحه. كابتن ابراهيم يعني الاهلي زي ما كنت بتكلم مع كابتن بلال وكابتن اسامه عنده كتير لسه، والثقه خلاص بدات ترجع تدريجيا. ممكن نشوفه الماتشات الجايه شكله احسن كده فنيا بجانب الثلاث نقاط، ولا احنا برضو في مرحله جمع الثلاث نقاط الاهم من الناحيه لا لا عمليه التدوير اللي بيقوم بها محمد يوسف وجهازه الفني الحقيقه خدمت النادي الاهلي. يعني برغم مصائب قوم عند قوم الفوائد زي ما بيقولوا يعني المجموعه اللي ما كانتش بتلعب ابتدى محمد يوسف بيشركها في الماتشات تباعا على فترات متقطعه، على اساس برضه ان هم بقى لهم مده ما بيشتركوش، بيديهم فترات من الماتش. يعني محمد شريف النهارده برغم اجادته انما الكابتن بيطلعه بعد مثلا 60 دقيقه عشان برضه بعيد عن الماتشات. فحته التدوير دي خدمه النادي الاهلي. الاجاده الاجاده هتيجي، بس هم العصبيه ومشدودين، موقعهم في الجدول قلقهم وقلق الجمهور وقلقنا كلنا قلقانين على النادي الاهلي، لان مش ده موقعنا طبعا نظرا للماتشات المؤجلات كلها يعني. تمام. انما كل ما هنقرب هتبتدي الثقه تيجي وهتبتدي المتعه تيجي وهيبتدي الاجاده تيجي مع الثلاثه بونش ان شاء الله باذن الله. لا هتيجي، ما انا مش قلقان ان شاء الله باذن الله. محمد شريف ما شاء الله بينزل كل ماتش بلال ليه لمسه بقى تحس ان هو نزل، باستثناء المباراه اللي فاتت او المباراه اللي احنا خسرنا فيها كانت من المقاولين كان نازل وضيع فرصه. انا قلت طبعا لسه صغير وضغط عصبي جامد عليه. باسم نعمل ايه عشان باسم يفضل معانا شويه؟ نذبح تاني ولا ايه؟ هو اللي يذبح بقى. بجد باسم لعيب عالمي، لعيب عالمي فعلا. امكانياته جيده جدا، لعيب من اللعيبه. باسم هايل ما شاء الله عليه. ما شاء الله يا باسم نمسك الخشب اهو عشان نحسبك. محتاج ماتشات يعني، محتاج يبقى سليم عشان يلعب. اكيد باسم لو سليم يبقى له دور. عندك باسم اكيد لو سليم هتلاقي احمد فتحي داخل، ممكن يدخل في نص الملعب، ممكن يدخل، عارف حاجه. عندك حلول كتير جدا. صح. فباسم لعيب امكانياته كبيره جدا يعني. يعني ده مثال للباك رايت اللي يلعب فرقه كبيره. يعني انت دايما يعني انت خد بالك وانت بتختار لعيبه تلعب للفرقه الكبيره بيبقى عندك مقاييس مختلفه عن بقيه اللعيبه الثانيه. يعني انا لما بلعب مثلا فرقه صغيره ببقى محتاج واحد 80% دفاعي 20% امكانيات هجوميه. المهارات الفرديه ممكن ما تكونش عاليه عنده. حته الدربلينج ممكن ما تكونش عاليه عنده. تمام. محتاج واحد مدافع صلب ومدافع قوي يتميز بعض الاوقات بالسرعه والقوه. بالظبط. تمام. انما النهارده لما بتلعب فرقه كبيره زي النادي الاهلي بتبني خطتك على الاثنين اللي اطراف الملعب. بالزبط. فبتبقى محتاج منهم عندهم سرعه عندهم قوه بدنيه عندهم مهارة. فكر تكتيكي بيقدر يشتغل لانه في بعض الاوقات مطلوب ان هو يعمل حته التغطيه العكسيه في الحاله الدفاعيه. تمام. محتاج المهارات الفرديه واحده ضد واحد يبقى بيعدي ويروح. وحته الفينشنج يعني اللي هو الكروس اللي بيعمله في النهايه ده دي صفات اللعيب اللي بيلعب على اطراف ملعب في الانديه الكبيره. ف
فباسم عنده الحته دي، لعيب عنده لعيب سريع، لعيب مميز، لعيب تكتيكي رائع جدا، لعيب عنده مهاره فرديه، لعيب عنده الفينشنج رائع جدا جدا زي ما شفنا النهارده. النهارده بيعمل يعني الاختراق اللي عمله، التحرك القطري اللي عمله عشان يستلم جوه ال 18 دي، دي بتاعت واحد راس حربه، بتاعت وينج، بتاعت مثلا واحد من هم من الاثنين اللي بيلعبوا تحت الفراوده، مش بتاعت واحد باك رايت، فيكون عنده الفكر ده. فلا لعيب متميز جدا يعني، اتمنى ان هو يستمر ان شاء الله الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي، لان هو لو كمل بالفكر اللي احنا عارفينه بامكانياته وقدراته اللي احنا عارفينها هيكون له مكانه كبيره جدا الفتره اللي جايه في النادي الاهلي ان شاء الله. اكيد اكيد. بنطلع من مشكله ندخل في مشكله، دايما بنتكلم على الحاله الدفاعيه والعمق الدفاعي بتاعنا اسامه، ودلوقتي سعد سمير راح منك. الحاله الدفاعيه بتاعتنا يعني فرصه او فرص من ذهب بتيجي لاحمد علاء ما بتجيش كتير جدا، لازم تستغلها كويس قوي يا احمد، لازم تقنع كل الجماهير الاهلاويه ان انت مساك النادي الاهلي. شفت احمد علاء النهارده تحديدا ازاي؟ احمد علاء بيزيد من كل مباراه للثانيه، بيزيد. هو كانت البدايه مباراه الوصل الاماراتي ليس الموسم ده، كانت 2-2 مباراه في البطوله العربيه، كان تحس ان عنده رهبه في الاول في البدايه، كان عنده شويه تمركز غلط في في في, في المكان الدفاعي، وما قدمش مباراه يعني لجماهير النادي الاهلي انه يقدم نفسه. بدا بعد كده مباراه الترسانه في كاس مصر، بدا يثبت نفسه او بدا يقول انا موجود، بدانا نشوف منه حاجات كويسه. غاب فتره عشان كان النادي الاهلي مشارك في بطوله افريقيا، بدات عودته تاني مره تانية مع مباراه بتروجيت. بتروجيت بدا يحط نفسه، بدا يثبت نفسه، وبدا يعلى مباراه عن الثانيه، يعني الجونه لا قدم افضل من مباراه بتروجيت. النهارده بدا يحط نفسه يعني يثبت نفسه اكتر. هو بيجيد في الكرات العاليه دايما، كل الكرات العاليه بيطلع بيركب الكوره وبيركبها بشكل مميز وبيحط، لكن محتاج يشتغل شغل تخصصي شويه مع كابتن يوسف في عمليه الوقفه ورا. امتى قابل، امتى عمليه الترحيل، فهو محتاج يشتغل على الكلام ده كله. هو يعني كل مباراه عن الثانيه هيبدا يثبت نفسه. هو كخامه لا، ان شاء الله هتبقى خامه كويسه نقدر نكسبها، يعني يبدا يثبت نفسه في دفاعات النادي الاهلي. عملية التحضير من تحت محتاجين زي ما الكابتن بلال قال عليها، دي نقطة مهمة جدا. لما أيمن أشرف كان بيدخل في حتة إنه مساك كان بيزودنا من ورا، دايما الكرة اللي بتطلع من تحت ما بتطلعش لونج باص طويلة للمهاجم، لا دايما اللي بيميز النادي الأهلي إنك بتحضر من تحت. كان أيمن أشرف بيشتغل عليه، فهو محتاج عملية الوقفة الكابتن يوسف يشتغل على شغل تخصصي وعمليه التحضير من تحت. اعتقد صعبه قوي المرحله دي يا اسامه. لا ما انت خلي بالك النهارده عمليه الوقفه مش محتاج ان انا لا مش الوقفه، انا بتكلم في التحضير. التحضير لا، التحضير ممكن انا بقطع ابص اعمل بص لاقرب واحد ليا، سواء كريم ندفد، سواء هشام محمد، السوليه، الباك اللي جنبي، ان انا العب على بلاش الطويل يعني، بلاش تلعب انا ما افكرش يعني، ما احطش اول تفكير عندي اول ما اقطع اعمل لونج باص، لا انا اسلم تحت. دي اول حاجه. عمليه الوقفه انت مش محتاج تمرين، لا ممكن ان انا يعني تمرين خفيف ان انا بس عمليه الترحيل، عمليه الوقفه دي كلها حاجات بس تحفيز. لكن هو كاحمد علاء كخامه، لا خامه كويسه، امكانياته الجسمانيه ممتازه، بيجيد في الكرات العاليه، كل مباراه عن الثانيه لا بياخد ثقه وبيبدا يثبت نفسه في المكان ده. حط لي تصور لثلاثه مساكين النادي الاهلي في المباراه اللي جايه، المباراه الافريقيه. ثلاثة هم لعبوا اثنين، ثلاثة لا يعني ثلاثة مساكين، افرض لا قدر الله تاخد منهم اثنين يعني. لا انا قصدي يبقى في انت لازم تبقى قاعد مساك احتياطي، ما انت عندك عندك لعيب هتوظفه مساك في الملعب، انت عندك ايمن اشرف مش هتقدر تحطه مساك علشان علي معلول لسه ما رجعش، خلاص ايمن اشرف محطوط ناحية الشمال. عندك باسم علي على ما اعتقد مش مسجل افريقيا، فخلاص انت حاطط محمد، حاطط محمد هاني ناحية اليمين، محمد هاني، فانت عندك بقى هتشتغل سليف كولوبالي هترجعه تاني وتحطه في المكان ده. احمد علاء على ما اعتقد مسجل افريقيا، ممكن تحطه في المكان دوت، مفيش حلول غير احمد علاء وكل بالي. عندك حل ثالث، ايوه ممكن محمد هاني تحطه مساك وهو لعبها في مباريات كبيره، وكريم ندفد تحطه ناحيه اليمين. يعني لا انت عندك في لعيبه تقدر تدورها جوه، زي ما شفنا النهارده كابتن يوسف جاب كريم ندفد، ممكن نحطه باك رايت، ممكن نحطه في نص الملعب، عندك نفس كلام احمد فتحي. اديني اربعه بقى في خط الدفاع. اربعه في خط الدفاع؟ اديني باك رايت واثنين مساكين وباك ليفت. لا ده سهل دلوقتي، ده سهل قوي. محمد هاني رجع وباسم علي اهو رجع ان شاء الله. باسم مش مقيد افريقيا. لا بص انا رايي يعني محمد هاني في مباراه افريقيا هناك هيبقى صعب ان هو يلعب، لان في اطوال هناك، فدي هتبقى صعبه جدا. تمام؟
وجهه نظري الشخصيه. طيب هيبقى كوليبالي، يبقى هيتلعب بكوليبالي، هيتلعب لانك انت كمان هناك طريقه لعبه ممكن تختلف شويه. على الباك يمين، باك يمين وبقى هو بيتكلم على باك يمين اربعه دفاعيا عشان يطمن، ممكن يلعب هاني باك يمين مش هاني وكريم نيدفيد يعني بالظبط يعني لكن هاني كباك رايت، الاثنين باك رايت او كريم نيدفيد تقعد وجهه، وعندك في نص الملعب. لا ما تقوليش ممكن قدام، انا هقول لك على حاجه، لسه حسام عاشور هيرجع ان شاء الله، يعني هو الاصابه في الانكل قالوا اسبوعين يلحق المباراه الاولى، لا ممكن يلحق المباراه الثانيه. فعندك حسام عاشور هيرجع، عندك السوليه، عندك هشام محمد، فهيبقى اوريدي عندك منطقه نص الملعب اتحلت. لا المشكله عندك في الخط الدفاعي، في السنتر باك خط الدفاع عندك، ما انا بقول لك عندك سليف كلوبالي، عندك محمد هاني ممكن يشتغل مساك، ممكن احمد علاء لو على منطقه مسجل افريقيا هو ممكن يتحط في المكان ده وتلعب كريم نيدفيد باك رايت. لا عندك سليف كوليبالي بعد الهزه اللي حصلت له ممكن يقف على رجليه تاني في مباراه افريقيه، انت محتاج فيها تكسب. عادي احنا محتاجين هناك مع الاطوال، مع الاطوال اللي بالك. بس اصل ده فكر الناس دلوقتي، دي الاسئله اللي الناس بتسالها دلوقتي، مين اللي هيلعب اثنين مساكين عندنا؟ بص ده محلوله، ما تقلقش. بص هقول لك على حاجه مهمه جدا، انت هناك انتوا بتطمنوه هناك في افريقيا، احمد علاء مش مسجل افريقيا، مش مسجل، مش مسجل. انت هناك في افريقيا الوضع مختلف، طريقه لعبك كمان هتبقى مختلفه شويه، انت مش هتلعب جيم مفتوح، انت عندك اول مباراه لو هنا في اول مباراه ما هنا ممكن لله. ممكن لعب هناك الماتش الاولاني هناك. لا اول مباراه هنا ان شاء الله يوم الجمعه هتلعب هنا. ان شاء الله هنا باذن الله. برضو تلعب بايمن اشرف، تلعب مع احمد علاء مش موجود، هتلعب خلاص يبقى تلعب محمد هاني وكريم نيدفيد ونيدفيد. وخلي بالك في حاجه ثانيه، احتمال ممكن بعد اسبوع تلاقي عود احمد فتحي. لا انا بتكلم في اللي جاي ده بالظبط، اللي جاي على سؤالات الناس. يبقى عندك سليف، عندك محمد هاني، كريم نيدفيد باك رايت، عندك ايمن اشرف باك ليفت، عندك وسط الملعب ممكن يبقى عمرو السوليه، عندك هشام محمد، عوده حسام عاشور، يعني هتلاقي ان شاء الله في بدائل موجوده. يعني ممكن تدور ايه، لا قدر الله، لا قدر الله، انا بديكم كل السؤال اللي بتسالوا عليها دلوقتي اهو، لا قدر الله حصل حاجه في الاثنين مساكين، ممكن تخلي مين او توظف مين تاني او تعمل ايه كمحمد يوسف؟ شاركنا يا كابتن، فك لعب انا وانت بقى، وانا نلعب اثنين مساكين. والله يا اسامه انا انت عارف انا بطمن الناس منكم، يعني الناس دلوقتي يا جماعه سعد سمير مصاب ونجيب مصاب وعلاء مش مقاعد افريقيا، طب هنعمل ايه؟ طب لو مساك اتصاب هنعمل ايه؟ طب لو مساك لا قدر الله جاله برد هنعمل ايه؟ ممكن تجيب ايمن اشرف ناحيه الشمال وتحط كريم نيدفيد ناحيه ايمن اشرف، قصدي تحط ستوبر تمام سنتر باك، وتجيب برده كريم نيدفيد خلاص من ناحيه وتجيب مثلا اسلام محارب، تجيب متجابر واحد فيهم يلعب ناحيه الشمال. تمام هو ده اللي احنا عايزينه. طب بالك ممكن واحد من دول يلعب شمال، واحد عنده يتميز يلعب لو انت هتلعب في ملعبك هنا في القاهره هتبقى انت اللي بتلعب. يلعب اسلام محارب بالظبط، يلعب اسلام محارب باك ليفت، يلعب محمد هاني، ويلعب وليد سليمان. يبقى وليد سليمان ممكن يلعبها، لعب قبل كده في اوقات كتيره جدا. فانت عندك ثلاثه ورا، محمد هاني، عندك سليف كوليبالي، وعندك ايمن اشرف، واحد من الثلاثه دول تقدر تستغلهم في المكان ده، يعني هتلعب اثنين من الثلاثه تمام، اثنين من الثلاثه، واحد ثاني يلعب في مكانه الطبيعي يعني في مصر لو انت احتجت ان انت تغير، بس ما تغيرش كتير جوه الملعب، ما تلعبش عشان عملت الاستحواذ، ما تلعبش خلاص، انت بدات تثبت التشكيل، بدات هو لعيب واحد كفايه خلاص، ممكن تلعبها في واحد بس. انت مضطر يا اسامه، هو مضطر يوسف دلوقتي ان هو تغييره واحده هتغير له مراكز كتير، هحط محمد هاني وسليف وندفد ناحيه اليمين بالظبط، خلاص بالظبط خلص الموضوع بالظبط كده. يعني ان شاء الله انا بطمنكم على كل التساؤلات بتاعت حضراتكم، انا عارف تسالوا في ايه دلوقتي، هنعمل ايه لو مساك حصل له حاجه، سعد سمير اتصاب ونجيب لسه. يعني خليت نجوم الاستوديو التحليلي كابتن بلال وكابتن ابراهيم طبعا وكابتن اسامه بيتكلموا في كل حاجه تخص تساؤلاتكم، بس مباراه ان شاء الله هو برضه الشد مش هيحتاج وقت طويل، يعني ان شاء الله باذن الله ادم طلع فالشد في الخلفيه ده ممكن يعني يومين ثلاثه ان شاء الله باذن الله يبقى ربنا يسترها. هو انتوا بتؤمنوا بالطب البديل يا بلال؟ الطب البديل اللي هو ايه؟ اللي هو ايه الطب البديل؟ فاكر لما فلافيو حصل له كسر وسافر قعد بره اتعالج، موضوع السحر ده وبتاع، مش سحر، لا ده فيليكس مش فلافيو يا عم، وفلافيو مش عارف، مش فلافيو صح، انا فاكر فلافيو، انا فاكر فلافيو حصل له تمزق او كسر وطلع قعد فتره قليله جدا، وانا عن نفسي عملت كده مره والله، بس مش في الاهلي، في انبي وخفيت والله العظيم كان عندي تمزق قطع سمعته بوداني في الخلفيه، كنت نازل العب مباراه وعالجتها ازاي؟ والله يا بلال الدكتور قال لي مش اقل من 4 شهور، كان تمزق انا سمعت العضل، وكان في حد في شمال سيناء بيعالجه، انت عارف بقى العلاج بزيت الزيتون ومش عارف اعشاب يحطها خلطات كده، انا امنت بالقصه دي، انا رجعت جريت بعد حوالي 7 ايام بالظبط. شاركت مباريات انت؟ شاركت بعد لما كان في، كانت عندنا نهائي كاس مصر
كان انبي والاتحاد كنت عايز ارجع العبها، جريت ولفيت وجيت اعمل السبرنتات كان في شك، لكن الدكتور كان عندنا دكتور اسمه ايمن ابراهيم كان هيتجنن من الموضوع اصلا، قال لي استحاله اللي بيحصل ده استحاله. فليه ليه احنا كنادي اهلي ما يبقاش عندنا فكره الطب البديل؟ يعني ليه او حتى تستعين بالناس اللي هي بتقول لك انا ممكن اعالج وممكن اعمل فلافيو عندنا وفيليكس عندنا امثله حيه؟ لا بجد هتجيب حد من سينا بقى اللي هم الناس اللي مش شرط من سينا. انت مؤمن اصلا بالقصه دي يا بلالا؟ اه طبعا انا مؤمن بالطب البديل طبعا. ما هو اصلا ما هو قبل الطب بتاعنا ده كان في طب كان في طب البديل. يعني اصلا ليه لا لما في واحد يقول لك لا انا التمزق ده انا احنا بلاش الطب البديل، خلينا نتكلم في الطب المتقدم. ما هو في اوروبا بيعالجوا الكلام ده بعدين صح يا قلبي، بس اوروبا اساسا بياخدوا منك حاجات اللي انت بتعالج بيها بالطب البديل ده بيعالجك بيها هناك لو انت تعرف كده. انت قصدك بقى الاكسجين ودخلك في اوضه اكسجين مقفوله والكلام ده كله انا بتكلم في بالك زميله بيتكلم. حتى انت لو شفت في الاولمبياد اللي فاتت السباحين الامريكان كلهم هتلاقي الحجامه معموله الحجامه هتلاقي ده جزء من العلاج الطب البديل. خلي بالك الراجل السباح الامريكي اللي هي وخلي بالك في ايام معينه بتتعامل في ايام معينه الحجامه تديك باور بتتعامل لا عشان يدي لك مفعول الحجامه ولا عشان دي ناس متخصصه. طب ليه لا لما عندك لعيب ممكن يرجع لك بعد 10 ايام او اسبوعين مش احسن ما يرجع لك كمان شهرين؟ يعني والله بجد والله خلي بالك الموضوع ده بجد. وانت قلت كنا بنشوف الحجامه في السباحين وفي لعيبه الكوره. انا شفتها صراحه في النادي اللي فاتت السباحين الامريكان والناس الاجانب يعني عملوا الحجامه اللي احنا عندنا في السنه النبويه هم كانوا بيعملوها بالظبط بالظبط بالظبط. فموضوع لازم نضم الواحد من دول للجهاز الطبي. والله يا كابتن او مش بهزر احنا في عرض. لا على فكره بلال احنا في عرض اي حد يعمل لك اي اضافه. وبعدين اصل خلي بالك مش سحر انت هتجيبه والله اتفضل هو عالج مثلا حاله والله الموضوع طلع فعلا كويس واللعيبه يقول لك انا كويس ولا لا يا سلام احنا عندنا احنا ما بنصدق دلوقتي خير عندنا مستشفى ما بنصدق دلوقتي. حد بعت لي بيقول لي اللي بره القائمه الافريقيه في مؤمن زكريا واكرم توفيق واحمد حمدي باسم علي وصبري رحيل واحمد علاء موجود من ضمن الناس واحمد الشيخ وجونا ري ورامي ربيع. احمد علاء كده خد بالك واحمد الشيخ كده اسامه كده ممكن يبقى في مشكله لاحمد علاء خد بالك في حتى في الدوري العام لما يبقى موجود في افريقيا والماتشات كل اسبوع. طب ما انت كده ممكن ما تحطوش تلعب في الدوري العام لانه هيبقى موجود بره زي ما كان بيحصل في الفتره اللي لا ما انت الفتره دي ما انت هتضطر تريح ناس انت هتقعد تدور لا وخلي بالك عندك كمان في يناير ممكن تضم 7 لعيبه كمان للقائمه الافريقيه لكن انت في الفتره دي 7 من المتاحين من الموجودين 7 حتى من اللي هيسجلوا جداد مع الناس دي ممكن تضم 7 لكن انت في الفتره دي انت مضطر يعني ما حدش هيقدر من لعيبه كابتن ابراهيم انه يشيل الماتشات دي كلها لا طبعا لازم تقعد تدور لا صعب جدا. طيب تعالوا نشوف سمير يلا تدخل لنا عشان نختار استوديو التحليلي نختار اسمين اللي هيفوزوا بتيشيرتين النادي الاهلي. يلا 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 نختار بقى ده طبعا لقطات من الماتش يا كابتن ابراهيم. احنا اتفقنا ان احنا عايزين 3 نقاط مهما يكون بقى شكل الاداء دلوقتي مهما يكون شكل الفريق دلوقتي الجماهير متفهمه كمان دلوقتي ان انت محتاج 3 نقاط لكن كان في مكاسب النهارده يا كابتن ابراهيم. طبعا محسن عدل التهديف عندك محمد هاني باسم علي اتفضل مؤمن نزل خد الاحساس بتاع الماتشات فتره قليله انما دخلناه في جو الماتشات يعني ممكن يبقى اضافه في الماتشات اللي جايه لانه كان لازم ياخد شويه يحس بالملعب ويحس بزمايله ويحس بالجمهور يعني الخمس دقائق او العشر دقائق اللي لعبهم كانوا مهمين جدا لمؤمن زكريا انه يبقى متواجد على اساس برضو احنا محتاجينه الفتره اللي جايه الحقيقه. باسم علي عودته مروان محسن رجع للتهديف ابتدى برضو يعني بعض اللعيبه كلها ابتدت رجلها تتقل في الملعب في مكاسب كتير الخساره الوحيده بس الحقيقه الاصابه اللي حصلت سعد سمير بلال كنت كلمت كابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي وكلمته قد ايه المدرب ممكن انت جبتوا البتاع على طول طيب قد ايه المدرب ممكن يطلع منك حاجات وقد ايه مدرب تاني ممكن يخنقك جوه الملعب فانت قماشة اللي بيفصلها او اللي بيطورها هو المدرب بتاعك يعني شفنا ناصر ماهر كريم ندفد كابتن شوقي غريب بينوا تاني يا اسامه من خلال الماتشات اللي لعبوها المنتخب الاولمبي ايضا ناصر ماهر كان ظاهر بمستوى قلت له يا كابتن شوقي ايه الموضوع قال لي بقى لعيبه في مكان وبدي له حريه ان هو يلعب بطلعه بره الضغط خالص فايه الجديد ايه المدرب لما يكون انت عندك كل القماشات دي او كل القماشه دي وانت برضو خانق اللعيب
لا بص، مش عمليه خانق لعيب يعني، بتكلم في العموم. اه، والموضوع مختلف شويه ما بين منتخب اولمبي بيلعب مباراه تجريبيه غير محسوبه على الاطلاق، تمام، وما بينك بتلعب في النادي الاهلي مباراه افريقيه، بطوله افريقيا، بتلعب دوري عام. معلش استنى، عشان اتكلمت في نقطه مهمه برضو. انا هخليك تتكلم في اللي انت عايزه، بس قول لي، هل اللعيب، انا بشوف اسامه حسني شفته بيلعب في ماتش مثلا في نادي تاني، لقيته لعيب جامد جدا جدا، خلاص واقتنعت بيه، رحت جايبه الاهلي، اسامه حسني مستوى، ما انا خليني اكمل لك سؤالي واتكلم زي ما انت عايز. اكمل بس هو ما ينفعش تشوفه في ماتش وتجيبه لعب في الاهلي يا حبيب قلبي. لا انا قصدي خلاص، انا اقتنعت بيه، انا اقتنعت بيه انه لعيب كويس جدا ولقيت امكانياته. لا هو انا مقتنع بيه، جبته في الاهلي. انت مين بس؟ عبد الحميد؟ لا انا كنادي جبته في الاهلي، ماشي، بعد جبته في الاهلي لقيت اسامه مش هو يا بلال اللي انا شفته خالص. هل العيب فيا ان انا اطلع كل اللي جواه؟ لا، ممكن تكون لعيب ولا هو اللعيب. طب انا كمدرب دوري ايه؟ لا بص، خد بالك، انا عايز اقول لك الحاجه. اولا المدير الفني لازم يدي ثقه للعيب، لازم يعرف قدرات اللعيب اللي موجود معاه ايه عشان يقدر يتعامل معاه. احنا دايما بنقول ايه في الماتشات نفسها، انت بتشتغل على امكانيات وقدرات اللعيبه بتاعتك، تمام، وبناء عليها بتحط اوقات. يعني بص، انا ضد فكره ايه الفورميشن اللي شغاله في السوق الرياضي دلوقتي او في التدريب 4-2-3-1، ودي الطريقه اللي العالم كله بيلعب بيها. انا ضد الكلام ده خالص. انا مع انك انت الكواليتي بتاعت اللعيب والامكانيات اللي موجوده عندك هي دي اللي بتحط، اللي بتبني عليها التاكتيك بتاعك. أوكي. وبتحط عليها الفورميشن بتاعتك. يعني انا النهارده ما عنديش تراف سرعه، ما عندهمش مهارات، ما ينفعش تقول لي 4-2-3-1 لانك مش هتقدر تشتغلها. هتشتغل 4-5-1، ودي 90% من الفرق النهارده، من الفرق المصريه بتلعبها كده، بتلعب 4-5-1، وده اللي احنا بنشوفه. انما 4-2-3-1 زي مانشستر، ما هو بيلعب يونايتد، زي مثلا تشيلسي مع بعض الاوقات، الفرق برشلونه، هي دي بالزبط. عندهم الكواليتي بتاعت اللعيبه اللي تلعب بالطريقه. فانا النهارده كمدير فني لازم النهارده وانا بشتغل على الفرقه بتاعتي لازم اعرف اللعيب ده امكانياته ايه، قدراته ايه، تمام، السلبيات بتاعته ايه، شخصيته ايه. الشخصيه مهمه جدا في الفرق الكبيره. الشخصيه دي هل يتحمل الضغط ولا لا، ضغط المباريات، هل يتحمل ضغط الجمهور اثناء الجيم. انت كمدير فني بتقدر تحكم عليه. انا بتحطه في الماتشات، انا شفت لعيب، انا شفت لعيب حلو. انت بلاش، انت بتحطه في الماتشات. انت شفت اسامه، واسامه شايفك انت لعيب هايل جدا، ولعيب عندك امكانيات عاليه جدا في نادي من غير جماهير. حلو. انا اعرف شخصيتك، يعني اعرف انت تتحمل ضغوط، انت قدام الجماهير عامل ازاي. انت بتراقبه في الماتشات الكبيره والصغيره، ماشي. هو شايف انت بتراقب اللعيب، يعني انت بتراقبه وهو بيلعب ضد الاهلي. انا عايز التحليل الجزئي تحديدا. ما انا بقول انت وكابتن اسامه، انت بتراقب اللعيب وهو بيلعب ضد الاهلي، وبيلعب ضد الزمالك، وبيلعب ضد سموحه، وبيلعب ضد الفرق الصغيره، بتشوف شخصيه اللعيب. هل الشخصيه مختلفه ولا هو بيلعب بنفس الشخصيه؟ شفته كويس واقتنعنا بيه كلنا، خلاص جبته النادي الاهلي. اه، لقيته مش هو، اصبح لعيب، لقيته مش هو بقى اللعيب ده. خلي بالك يا ميدو، مش متحمل ضغط جماهير الفرقه بتاعته نفسه وضغط جماهير النادي الاهلي. كان ممكن تجيبه يا كابتن بلال، ومحتاج وقت. يعني مش شرط ان هو يجي دلوقتي يا كابتن ابراهيم، لازم يتالق ولازم يعمل اللي انا متخيله. شويه واحده واحده، ممكن حتى الاحمال التدريبيه في النادي بتاعه مش زي اللي في النادي. جميل الأحمال. جميل. فبيدخل على احمال، يعني الموضوع في ايدك. اه طبعا، ممكن انت كمدرب او كجهاز فني تقدر تغير من اللاعب. في لعيب بيستجيب وممكن تغيره على طول ويبقى اضافه. في لعيب عايز وقت، ممكن محتاج وقت. محتاج وقت انك انت تبدا تشاركه اجزاء من المباريات، يتعود على الاحمال اللي عندك، يتعود على الضغط، على الجماهيريه، على البطولات، وبتبدا تستفيد منهم بعد كده. يعني ممكن يكون كلام الكابتن حسام بدر اللي كان بيقوله قبل كده في تعايش اللعيب، وان اللعيبه عايزه يتاقلم، ياخد وقته والكلام ده كله. بس مش 6-7 شهور وسنه بس. خلي بالك دلوقتي يا ميدو، العمليه اختلفت عن زمان. كنت بتجيب لعيب زمان لازم عمليه التاقلم تقعد 6 شهور. انت دلوقتي بتشوف في الدوريات كلها في العالم بيتنقل من النادي ده، يدخل النادي ده، يلعب تاني على طول. بالظبط ده انا بتكلم فيه. بص، هل يبقى هو يبقى مدرب ولا يبقى سوبر ستار امتى؟ مع الماتشات. يبقى بيطلع كل اللي موجود عنده امتى يا كابتن؟ مع الماتشات. نرجع لكلامي اللي انا قلته في وسط البرنامج، ان انا قلت برضه في اللعيبه عبال ما رجلها تتقل في الملعب لازم الجمهور يستحملها والنادي يستحمله. اللعب في النادي الاهلي احسن نادي في الوطن العربي، احسن نادي مختلف في الفقه، مختلف عن النوادي اللي انت بتجيب منها اللعيبه. يعني بتجيب لعيبه مثلا، مع احترامي لكل النوادي اللي بيجي منها اللعيبه، يعني سواء درجه اولى او درجه ثانيه، غير ضغط جماهيري، ضغط اعلامي، مجلس اداره محتاج نتائج. في لعيب لازم ياخد وقته في وسط، بتلعب مع نجوم، كنت بتلعب مع لعيبه مغمورين الاول، بتلعب في وسط نجوم دلوقتي. فالضغوط دي ممكن لعيب ياخد فيها وقت، ممكن اللعيب ما ياخدش فيها وقت. انا بتكلم بقى اللي يرجعه، خد بالك برضه المدرب، ازاي تطبعه بالسياسه اللي عندك. خلي بالك، هو العمليه مش عمليه جهاز بس او مدير فني بس، انت كلعيبه داخل على مجموعه، ازاي تاخد بايد اللعيب ده. خلي بالك، لما كنا كان وقت جوزيه كان بيجي لنا لعيبه
كان هو بيقول لنا دخلوا اللعيب معاكوا على طول. فازاي تاخد اللعيب تدخله وسط المجموعه تطبعه بالطباع بتاعه المجموعه بتاعه الاهلي. ده مهم برضو كدور جهاز فني ودور لعيبه قديمه في الفرقه. برافو عليك. ده حصل معايا بقى في دخولي النادي الاهلي. يعني دخولي النادي الاهلي بلعب مع كابتن صالح الله يرحمه، كابتن طارق سليم، كابتن شربيني، وكابتن سعيد ابو غور، كابتن ابو بتفرج عليهم في التلفزيون بتخض. بقيت في وسطيهم، خدت مني وقت بس هم زي ما قال الكابتن اسامه احتضنوني. ايوه زي احتضنوني وبقوا يوجهوني جوه الملعب فعشان كده رجعت بسرعه. فالدور بتاع اللعيبه اللي قدام في الملعب دور كبير. نقطه برضو مهمه جدا عمليه التايمنج. انت امتى بتشرك اللعيب؟ انت ممكن لما تشركه في وقت صعب جدا، يعني مثلا الفرقه فيها هزه، تمام، لما تشرك لعيب فرقه فيها هزه ممكن هو كمان ثقته بنفسه تقل شويه، غير ما تشركه والفرقه فايقه وفرقه بتعمل ماتشات كويسه جدا. دي برضو بتفرق كتير جدا مع اللعيب الجديد يا كابتن. اكيد. تاني حاجه ان انت ممكن تكون اللعيب ده ممكن يكون سوبر ستار في فرقته، يجي النادي الاهلي انت عندك 10 سوبر ستارز موجودين في الفرقه، كل اللعيبه سوبر ستارز. يعني انت يعني انت الفاليو بتاعك اللي كان موجود في فرقتك وناس بتتكلم عنها، انت بالنسبه لما جيت النادي الاهلي الموضوع ده قل كتير جدا. فدي عمليه محتاجه تعامل كمان نفسي مع اللعيب نفسه، انك انت برضو انت داخل على فرقه يعني اقل واحد فيهم يعني في النجوميه ممكن يكون اعلى منك بكتير جدا. بالزبط. برغم ان انت الحاله النفسيه اللي انت عايشها بره في فرقتك يا كابتن كنت انت نجم، حاله عاليه جدا. بالزبط. انت جاي نجم كبير جدا، فوجئت انت بتلعب في النادي، لا ده انت هتستنى هتلعب احتياطي شويه وانت اصلا سوبر ستار الناحيه الثانيه، لا يعني هتدخل واحده واحده، انت مش اساسي. فمحتاج برضو حاله نفسيه او محتاج تعامل نفسي شويه مع اللعيب. المدير الفني يقدر يعمل الحته دي بشكل كويس جدا، يقدر يعملها ازاي يتعامل مع اللعيب نفسيا، يقدر يعملها امتى يشركه ويدخله. يعني انا ممكن ادخل اللعيب في وسط مباراه متازمه، تمام، في بدايه في اول مشاركه ليه، يبتدي الاداء ما يبقاش جيد فيبتدي يفقد الثقه، مباراه ثانيه يفقد الثقه، فما تلاقيش اللعيب بعد كده. برضه بتختلف من مدير فني للتاني، امتى احط اللعيب ده عشان اديله الثقه؟ بالظبط. امتى ادخله جوه الفرقه واختار له التايم الصح؟ زي ما كان كريم نيدفيد، ادي لك مثال حي، كريم نيدفيد كان بيشارك، كان الكابتن حسام كتر حبه وايمانه بيه كان بيشارك في اي وقت. كان بيعمل لود عليه. كابتن ميدو، كريم نيدفيد وناصر ماهر ما تنساش ان هم خارجين من مدرسه الاهلي، ناشئين الاهلي. اللي بيتطبع تحت في قطاع الناشئين هتلاقيه عنده الروح، عنده الشخصيه، عنده الكلام ده كله بيتعلمه. لما بيطلع ممكن الامور ما تمشيش، لكن بتلاقيه في الاخر عنده شخصيه النادي الاهلي، ودي المطلوبه ودي المهمه يعني. تمام، تعالوا يلا نشوف الاسماء اللي كسبوا معانا. كابتن ربنا استاذنك تاخد ورقه. نفسي يطلع كريم تاني. لا كريم خلاص، لا كريم. تعالوا كابتن ابراهيم هيطلع مين؟ هتطلع زي فيلم رجب رجب محمد هدايه. وريها للكاميرا، استاذنك توريها للكاميرا. الفيلم يا كابتن عشان يبقى فيه مصداقيه. يلا يلا اثبت يا كابتن، خليها ثابته بعد اذنك. يلا يلا اقطع على الكابتن. تمام، محمد هدايه. محمد هدايه، استاذنك يا كابتن اختاروا بقى انتوا ورقه، عايزين بس اسم واحد. اسم واحد يعني بس؟ اختاروا بقى انت واسامه واحد وحد يقوله. يلا شد يا بلال. شد يا اسامه. شد يلا. اعملها كده يا بلال كده. واحد يختار واحد يقول ماشي. يلا يلا خد يا سامي. ماشي يلا. اديني الكاس الجميل ده. فاكر كاس ال يلا ميدو البهنساوي. اثبت يا كابتن اسامه هيقطع عليك اهو. ميدو البهنساوي فين؟ ايوه يلا ميدو البهنساوي. تمام اتفضل. تمام تمام تمام. يبقى محمد هدايه وميدو البهنساوي. ان شاء الله الماتش الجاي باذن الله باذن الله زي ما احنا متعودين مع حضراتكم كده، زي ما عملنا مع كريم النهارده. الشيخ كريم، انا لازم اسميه الشيخ كريم، هيجي ان شاء الله برضو قبل الماتش ونسلمهم التيشيرتين بتاع ميدو البهنساوي. ومحمد هدايه الزميل محمد رشاد هيتواصل معاكم بعد الاستوديو ان شاء الله، او بكره بقى تكونوا فايقين كده ان شاء الله تيجوا تستلموا تيشيرتاتكم. ان شاء الله تبقى عاده نبارك لبعض دايما كده ونعمل لكم مسابقات. لو نعرف نجيب لكم مليون تيشيرت ونجيب لكم اللعيبه نفسهم حتى نعرف نجيب لكم اللعيبه ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا يا كباتن، وان شاء الله دايما كده متجمعين في انتصارات الاهلي. شكرا ان شاء الله، ومبروك للنادي الاهلي والمجلس الاداره والجهاز الفني والاداري، ودايما كده ان شاء الله نلتقي في انتصارات للنادي ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن بلال بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك كابتن ميدو، ومبروك للنادي الاهلي وجمهوره ان شاء الله، ودايما اللي جاي بالنسبه للنادي الاهلي يكون افضل باذن الله. الجناح الفرود الجامد ده. كابتن اسامه بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن ميدو. شكرا. نطلع فاصل عشان نستقبل بقى الكابتن الدولي السابق كابتن احمد عود عشان يتكلم في الحالات التحكيميه مسار الجدل، لكن لو اتكلمتوا هجيب لكم اسامه حسني.